أعزائنا المتابعين الكرام، تلبية لرغبة الأحباء الذين يفضلون الوثائقيات المتصلة، نقدم لكم وثائقي حرب السماء والأرض كاملا، مع ملاحظة أنه مفهرس، إلى جانب أن روابط الأجزاء السبعة في صندوق الوصف. وجدير بالذكر أن الوثائقي منشور في كتاب رابطه في صندوق الوصف أيضا، إن أردت شرائه كنوع من الدعم لنا. ولا يسعنا سوى أن نشكركم على متابعتكم ودعمكم المستمر، فنحن ندين بنجاح هذه القناة بعد توفيق الله تعالى إليكم، فلكم خالص الشكر والمحبة والتقدير. لا شك في أن أصحاب الإيمان والراسخين في العلم يعلمون يقينا أن هناك حربا ضروسا تدور رحاها بين أهل السماء وأهل الأرض، لكن النائمين الذين تم تخديرهم فغطوا في سبات عميق لا يعلمون عنها شيئا، إلى حد أن بعضهم اقتفوا أثر الماديين فأنكروا وجودها، فقط كونها لا ترى بالعين المجردة. على الرغم من أن آثارها يمكن لكل عين مستيقظة رؤيتها في كل زاوية من زوايا الأرض والسماء أيضا، إنها حقيقة لا تغفلها عين البصيرة، وواقع أشد وضوحا من فلق الصبح، لكن أكثر الناس لا يعلمون. يتناول هذا البحث جوانب من طبيعة هذه الحرب، ويسلط عليها الضوء من زوايا قد لا تكون معلومة حتى للباحثين عن الحقيقة. حقيقة الحرب الكبرى: الحرب الأزلية بين مخلوق قوي تكبر وتمرد، ومخلوق ضعيف تاب وتقرب. فلمن ستكون الغلبة؟ وفقا للكتاب المقدس، فإن كل شخص على وجه الأرض يولد في حرب. هذه الحرب لا يمكن رؤيتها عادة بالعين المجردة، فهي لا يعلن عنها في نشرات الأخبار المسائية. لذا فمجرياتها وصراعاتها لا يدرك وجودها أغلب الناس، رغم أن هذه الحرب مشتعلة منذ بدء الخليقة. كان لأول رصاصة أطلقت في الحرب تأثيراً مدمراً، عندما دخل ثعبان إلى الجنة وأغوى أول رجل وامرأة ليعصي الخالق، فسقط في الخطيئة وهبط إلى الأرض تكفيراً لذنبهم، ليدخل الموت إلى العالم وتعرفه البشرية. بيد أن البشر بدأوا في التكاثر وتغطية وجه الأرض بنسلهم، وهنا بدأت هجمة شرسة شنت على البشر. بطريقة ما يمكن وصفها بأنها مثل غزو فضائي، لكن هؤلاء الغزاة لم يأتوا من مجرة بعيدة أو من نظام نجمي آخر، بل هبطوا مباشرة من السماء وخططوا لترك مواقعهم، فحمل الإثير تألق نورهم إلى الأرض. هؤلاء هم الملائكة المراقبون الذين سقطوا من مراتبهم العليا التي كان الله قد جعلها لهم، ونزلوا إلى الأرض حيث بدأوا نوعاً من الحملة الاستعمارية. وبعد اندماجهم مع البشر أنجبوا النيفيليم، وهي مخلوقات وحشية نصف بشرية. اجتاح النيفيليم الأرض وتغذوا على البشر، ثم أفسدوا الجينات البشرية والحيوانات والنباتات أيضاً باستخدام المعرفة التي أعطيت لهم من الخالق تعالى لأداء مهامهم الأصلية في السماوات. يتحدث الباحث هنا عن قصة مذكورة في الكتاب المقدس العهد القديم، حيث جاء في سفر التكوين إن أبناء الله
يقصد بهم الملائكة رأوا بنات الناس إنهن جميلات، فتمردوا على الله وتخلوا عن مسكنهم اللائق في السماء ونزلوا إلى الأرض فاتخذوا أجساما بشرية واختاروا زوجات لهم من نساء البشر لتخرج من نسلهم ذرية هجينة عرفت بالميثيليم. وهم يختلفون عن البشر العاديين إذ كانوا عمالقة جبارين مستبدين ملأوا الأرض جورا وبثوا روح العنف بين الناس. وظلوا على هذا الحال إلى أن جلب الله طوفان عظيم في عصر النبي نوح عليه السلام فدمر العالم القديم ومات الأشرار جميعهم بمن فيهم النفيليم. ونال نوح وعائلته رضا الله فنجى مع نفر قليل من المؤمنين، وبذلك هلك النفيليم وبدأ عهد جديد للبشر على الأرض. بيد أن هناك آراء تقول إن هؤلاء النفيليم أو الساقطون أو الجبابرة عاشوا قبل الطوفان وبعده وما زالوا يعيشون على الأرض متخفين عن الأنظار والعقول، وهم سبب الشرور التي نعاني منها في عالمنا. مرة أخرى إن مرجع هذه القصة الكتاب المقدس سفر التكوين، كما ورد ذكرهم أيضا في الأساطير العبرية وسفر أخنوخ. وقال بعض المفسرين والباحثين بأن الملائكة الساقطين المقصود بهم الشياطين. يفهم من ذلك أن هؤلاء النفيليم كائنات نصف بشرية ونصف شيطانية، أي مزيج من الشفرة الوراثية البشرية والشيطانية. لقد عمل هؤلاء النفيليم على تعليم البشر كل أنواع المحرمات بحجة تمدينهم، فبنوا المدن والممالك العظيمة كي تستطيع هذه الكائنات الملائكية الساقطة أن تحكم كآلهة. ثم قدموا المعرفة التي لديهم للبشر باعتبارها مفتاح مسار البشرية إلى التمدن والتنوير، تلك المعرفة التكنولوجية التي ستسمح لنا بأن نجلس إلى جانبهم كآلهة أيضا. لكن بالطبع كان كل ذلك كذب، فهذه المعرفة المحرمة لم تجلب سوى الدمار والانحراف والشر والموت. وبسبب الشرور التي ملأت الأرض وفساد الخلق شاء الله أن يمحو كل ذلك كي يبدأ عهد جديد، فأغرق الأرض كلها بمن عليها عدا عائلة واحدة فقط والحيوانات التي جلبت لتركب الأمواج معهم. وعندما انحصرت المياه كانت الأرض قد تطهرت من الشر ومحيت الإمبراطوريات العظيمة للمراقبين وتحطمت أبراجهم وقلاعهم ودفنت في أعماق المحيطات، وسجنت الملائكة الساقطين الذين تمردوا وتآمروا على الخالق في أعماق الأرض مقيدون بقيود أبدية في قلب الظلام إلى يوم القيامة. أما أرواح نسلهم من النفيليم العمالقة فلعنت وقضي عليها أن تجوب الأرض تتضور جوعا وتتشقق عطشا دون أن تشبع أو ترتوي أبدا، تتوق دائما إلى أجسام تسكنها مرة أخرى. وهكذا انتهى الحكم المباشر للشيطان في الأرض من خلال المراقبين الذين سقطوا من السماء. ولكن لم تكد الأرض تمتلئ مرة أخرى بالأشجار والنباتات والحيوانات والبشر حتى بدأ عدو الإنسان العمل مجددا ساعياً لإعادة بناء إمبراطوريته الأطلسية المحبوبة بعدما دمرها الله، والتي كان هدفها الوحيد هو استعباد البشرية وتدميرها. لكنها ستكون مختلفة هذه المرة. لم يعد للشيطان القدرة على إرسال أتباعه إلى الأرض ليتخذوا من نساء البشر زوجات ويشيدون المدن والقصور كي تتمكن هذه الآلهة الزائفة أن تجلس على العروش ويحكمون الأرض والبشر على نحو مباشر، كما لم يعد بإمكانهم التحرك علانية بين الناس مهابين ومحترمين لذكائهم وضخامة بنيتهم. لذا
كان لابد من بناء الممالك الشيطانية بعد الطوفان على فكرة عبادة الآلهة غير المرئية، مجبرة على تنظيم حكمها من خلال أنظمة مختلفة للتواصل بين الأبعاد. فبما أن الخالق تعالى قيدهم خلف حجاب روحي، فقد تم مرة أخرى نشر طيفا من المعرفة المحرمة بين الحضارات التي ولدت حديثا من أجل تسهيل العلاقة بين هذه الحضارات والشياطين التي تعلمهم وتعاونهم في الخفاء. ولذلك نجد أن في بلاط جميع ملوك وقادة هذه الممالك البشرية القديمة عمل مجموعة من الكهنة الغامضين والسحرة والوسطاء والعرافين وممارسي التنجيم. وأظهر رعايا هذه الممالك الوثنية ولاءهم لآلهتهم الزائفة والساقطة وغير المرئية من خلال التضحية للأوثان وبناء المعابد وإقامة الاحتفالات والانخراط في العربدة واللهو الماجن مثل عيد بخوس أو ما يعرف بالباكانانيا. وهكذا استأنفت الشياطين تمردها على الخالق تعالى بعد الطوفان، بداية من المحاولة الفاشلة الأولى من قبل النمرود لبناء برج عظيم يصل به إلى السماء كي يغزو عرش الله تعالى، مرورا بجميع الممالك التالية التي تأسست بعد تشتت بابل. يشير الباحث هنا إلى الباكانليا أو الخمرية، وهو مهرجان يوناني قديم كان يقام على شرف بخوس إله الخمر عندهم. بدأ المهرجان بشعائر دينية ثم تحول إلى شعائر ماجنة، كما يشير إلى الملك النمرود، وهو أحد الملوك الأربعة الذين حكموا العالم كاملا. اثنان منهم مؤمنان هما نبي الله سليمان عليه السلام وذو القرنين، واثنان كافران هما بخت نصر والنمرود الذي تجبر في الأرض وادعى الألوهية وتحدى الله تعالى وبنى برجا عظيما في مدينة بابل. ثم كان ما كان من قصته الشهيرة مع نبي الله إبراهيم عليه السلام ثم هلاكه. لكن الشياطين لا تيأس أو تستسلم ولا تعدم حيلة في حربها الأزلية مع الإنسان. بعد أن دمر الله برج بابل، تنوعت لغات البشر واختلطت، وانتشرت الوثنية والتنجيم والشعوذة وجميع علوم الشياطين تدريجيا في جميع أنحاء العالم مرة أخرى. هنا اختار الله، وهو الإله الحقيقي رب السماوات والأرض، أمة أو شعبا أو مملكة أو أحد البشر كي يحملون اسمه للآخرين، من إبراهيم وإسحاق ويعقوب مرورا بموسى وهارون ويوشع، وقضاة مثل جدعون وشمشون، وملوك مثل داود وسليمان، وأنبياء آخرين مثل إيليا وصموئيل ودانيال وغيرهم. جميعهم مروا على الأرض عبر القرون وشهدوا صعود وسقوط الإمبراطوريات الشيطانية، وأعلن إله الخلق عن نفسه من خلالهم، ثم بدأ الكشف عن خطته لفداء البشرية من لعنة الخطيئة والموت والظلم الشيطاني. وأخيراً من بلدة الناصرة المتواضعة خرج رجل وكشف عن نفسه على أنه المسيح الموعود ابن الله والكلمة المتجسدة، والذي سيدمر بمفرده للأبد اللعنة ويجعل من الممكن للرجال والنساء أن يولدوا مرة أخرى من خلال روح الخالق التي ستأتي وتسكن فينا كمعبد جديد لله. يجب التنويه هنا إلى أن الباحث يتحدث عن السيد المسيح عليه السلام على وفق المعتقد المسيحي. لم تخمد الحرب بين السماء والأرض منذ بدء الخليقة، لكن بداية من ظهور المسيح بدأت الحرب الروحية العظيمة تأخذ منحنى جديدا. ولقرون عديدة تلت ذلك بدأت حقيقة الله في الظهور والإشراق على الممالك الشيطانية، محررة الناس من العبودية التي كانوا محتجزين فيها لأجيال. ولأول مرة منذ الطوفان العظيم بدأت أعداد كبيرة من الناس فهم أنهم كانوا فعلا في عبودية في هذه الممالك الوثنية،
وفي أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا استمر انتشار حقيقة المسيح، واستمر تحرير الكثير من الناس. لكن الشيطان لجأ إلى أول تكتيك ضدنا، وهو الاضطهاد الوحشي، فاستخدم أباطرة الإمبراطورية الرومانية كدما يحركها بخيوط لسجن وقتل وتعذيب المسيحيين الأوائل. ولكن بطريقة ما انتهى الأمر بإظهار قوة الإنجيل والأمل والخلود الذي جلبه، وعليه انتشر الإيمان بيسوع فقط خلال المرحلة التي بدأت فيها الإمبراطورية الرومانية التي بدت كأنها غير قابلة للهزيمة بالتزعزع والتداعي. عقب ذلك حاول الشيطان اتباع نهج مختلف، وهو النهج الذي أثبت في كثير من الأحيان أنه أكثر فعالية من النهج الأول. فبدلاً من محاولة سحق انتشار الإيمان بيسوع بقوة الإمبراطورية، سينتزع هذا الإيمان. ومن زمن الإمبراطور قسطنطين وما بعده، بدأ العدو حملة شرسة لتمويه نفسه وممالكه الشيطانية القديمة كي تظهر في صورة مسيحية. وبهذه الطريقة يستطيع إغواء المسيحيين بالثروة والسلطة والمتع الدنيوية وإفساد كنيسة المسيح من الداخل. وهكذا أعيد استخدام المعابد الوثنية ككنائس مسيحية، وأعيد إحياء الطقوس والشعائر الوثنية كمراسم مسيحية. وتحولت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية شيئا فشيئا لتصبح واحدة من أفضل الأسلحة فعالية ضد مملكة الله، في حين كانت تمارس أنشطتها باسمه. إنه تكتيك لا شك في أنه أعطى الشيطان قدرا لا يستهان به من النصر والفرح المدنس. ومن خلال هذا الوعاء المؤسسي تمكن الشيطان من منع الكثير من الناس من قراءة الأسفار المقدسة بأنفسهم، وأعادهم إلى نفس العبودية والظلام الذي فرضته الأنظمة الشيطانية من قبل، إلا أنه الآن يتم باسم يسوع. ومع ذلك وبفضل نعمة الله علينا استمر الحق وساد الإيمان الحقيقي بخالق البشرية، في حين واصل الشيطان العمل بجد لاستعادة السيطرة على العالم من خلال الاستعمار الكاثوليكي ثم الاستعمار الأوروبي الذي بدأ بسبب ظهور قوة بحرية غير مسبوقة، وشرع في غزو العالم والاستيلاء على المزيد والمزيد من الأرض التي يمكنه الوصول إليها عن طريق المحيط. لكن في الوقت نفسه كان انتشار الاستعمار في كثير من الأحيان سببا في نشر الحقيقة الإنجيلية التي فتحت قلوب وعقول الناس على حقيقة الديانات الوثنية والشامانية التي كانوا يعتقدونها. وكلما عمل الشيطان على إحكام قبضته على العالم من خلال الوسائل الإمبراطورية والاقتصادية، وجد مملكته نفسها مضطرة إلى العمل في الظل. وبذلك كادت تعليمه تختفي، بيد أن عددا من الجمعيات السرية ومدارس الغموض الباطنية والأخويات احتفظت على مر القرون بالمعرفة الشيطانية والطقوس الوثنية التي تعود إلى بابل. غالباً هذا هو المكان الذي حفظت فيه لمن بعدهم. لكن الأمر لم يكن بتلك البساطة، فكل خطة تقابلها خطة تعمل على تدميرها. وبقدر ما زاد الشيطان من سيطرته على البشرية من خلال الحكومات والجيوش والوسائل المالية، زادت حقيقة الله أيضاً، لدرجة أن معظم الناس لن يقبلوا لوسيفر بصفته الإله الحقيقي حتى لو كان يتحكم في إمبراطوريات ضخمة من الثروة والسلطة من خلال شبكته من الشياطين الأصغر.
ولأن السحر والمعتقدات الشيطانية أصبحت أموراً يصعب أن تتقبلها البشرية، لذا وجب على الشيطان العمل بجد أكثر لإقناع الناس بهذه المعتقدات إن كان حقاً يسعى لاستعادة حكمه المطلق على العالم واستعباد الناس، وأن يعلن نفسه إلهاً كما كان في العهد الأول للبشر قبل الطوفان العظيم الذي أهلك نسله من النفيليم. هنا كان لابد أن يلجأ لاستراتيجية أخرى أخبث وأخطر، وهكذا بدأت مرحلة جديدة من الحرب استخدم فيها الشيطان تكتيك برمجة العقل باسم العلم الزائف، فحقق نصراً لا يستهان به على دم البشر. مع مرور الزمن ووصول البشرية إلى مرحلة متقدمة من النضج، أصبحت أعمال السحر أموراً لا تبهر البشر أو بإمكانها تحقيق السيطرة على الناس كما فعلت في الماضي. وفي ظل هذا النضج الذي يعيشه العالم، لن يكون مقبولاً أن يصبح من يأتي بمثل هذه الأعمال الخارقة للطبيعة خارقاً للطبيعة بدوره، ويستحق أن يوضع في منزلة الإله. من هنا باتت المعتقدات الشيطانية القديمة مناهج قديمة أيضاً يصعب الاقتناع بها. ولكي يعيد الشيطان العالم بأسره إلى المكان الذي يريده حيث ينصب نفسه إلهاً، كان عليه تنفيذ خطة أخرى باستراتيجية أخرى ذات حجم ضخم جداً، لدرجة أن معظم الناس حتى الغالبية ممن يؤمنون بوجود الشيطان بالفعل يجدون صعوبة في تصديق أن مثل هذه الخطة يمكن أن تنجح وتؤتي ثماراً. في العصور القديمة، عندما أنقذ الخالق البشرية للمرة الأولى من الدمار التام على يد المراقبين الساقطين، وأنقذهم مرة أخرى من طغيان ممالك الشياطين التي كادت تملك الدنيا وتستعبد البشر. في تلك العصور، كانت الأرض مليئة بالنباتات والحيوانات، وللبشر السيادة عليها، وكانت السماء فوقهم ممتلئة بالأجرام السماوية التي خدمت البشرية من خلال وضع علامات للأيام والشهور والسنين، وسمحت بالتنقل عبر مسافات شاسعة من الأرض أيضاً. وعلى الرغم من أن أغلب البشر عاشوا في ممالك وثنية رفضت عبادة الله وعبدت الساقطين أو الشياطين باعتبارهم آلهة، إلا أنه بشكل عام كان الناس لا يزالون يفهمون الطبيعة الأساسية للعالم الذي خلقه الله لهم، ويعرفون من أين جاءت تلك الآلهة. يعرفون أنهم جاءوا من النجوم، من السماء المرصوفة بالأجرام، أو حتى من السماوات العليا. وعندما أظهرت حقيقة الله بالكامل من خلال شخص السيد المسيح، أعطي علم الكونيات القديم سياقه الطبيعي، وتم تبيان الفرق بين الخالق والمخلوق، وتوضيح عدم جدوى التمرد الذي أتت به الشياطين. ولكي يقنع الشيطان العالم بأنه الكائن الأعلى والمستحق لعبادة البشرية، كان عليه إعادة كتابة النص بأكمله، وإعادة تغليف نفسه ومملكته ورسالته بالكامل في غلاف جديد، تماماً مثل إعادة صياغة مسرحية شكسبير القديمة لتصبح في ثوب جديد ملائم للعصر، وتصلح لتقدم كمسرحية غنائية في مسارح برودواي الحديثة. فمن أجل إعادة تقديم شخصيات المسرحية القديمة وإعادة تسميتها، عليك أولاً إعادة ضبط الإعدادات والمسميات والمسرح نفسه. وبالمثل، أصبح الشيطان في حاجة إلى خلفية درامية جديدة ونافذة جديدة أيضاً يستطيع من خلالها أن يدخل نفسه بشكل تدريجي مع جدول أعماله المتمرد على الخالق
في قلوب البشر وعقولهم. ومن خلال تكتيك مألوف استطاع خلق هذه النافذة الجديدة. هذا التكتيك هو الحيلة القديمة المتمثلة في إعطاء المعرفة المحرمة للبشر كي تلعب على كبريائنا وغطرستنا، وها هي تستخدم مرة أخرى بطريقة بارعة ومخادعة وماكرة، لكن بعد تغيير اسم هذه المعرفة السرية والمحرمة والتي تعرف بالغنوصية إلى اسم جديد لامع هو العلم. إن الكثير من أسس إعادة كتابة الكون قد وضعت بالفعل حتى قبل ولادة السيد المسيح وفي اليونان القديمة على يد ما يسمى بالفلاسفة اليونانيين. لقد كان هؤلاء الرجال في الحقيقة هم من أخذوا العديد من المفاهيم والتعاليم التي جاءت من مدارس الغموض السرية ومن الوسطاء الروحيين ومن اتصال الطقوس الوثنية بالعوالم الشيطانية، ثم شرعوا في حفظها مضيفين إليها تكهناتهم الخاصة واستنتاجاتهم المتمحورة حول الإنسان والذات البشرية، وبذلك طهروا هذه المفاهيم من أصولها الشيطانية كي تظهر في شكل مقبول للأجيال العديدة اللاحقة وصورة جذابة باعتبارها مجرد أفكار وتأملات عميقة لرجال عاديين. وخلال عصر النهضة في أوروبا بدأت العديد من هذه الأفكار تترسخ مرة أخرى نظراً لاعتبارها متناغمة مع تعليم الكتاب المقدس، وبدأت ببطء في ممارسة تأثير أكبر وأكبر على اللاهوتيين والعلماء في جميع أنحاء أوروبا المسيحية، خاصة بعد ترجمة بعض الأعمال المنسوبة إلى المجوسي المصري هيرميس تريسميغيستوس إلى اللاتينية، ثم توزيعها بين المثقفين الذين كان لديهم شغف بمثل هذه المواد. كما بدأت القبالة أيضاً في استقبال المزيد من الاهتمام من قبل الفلاسفة والرهبان والأشخاص الذين تلقوا علوم الأدب جنباً إلى جنب مع المؤلفات عن الكيمياء التي جاءت من المتصوفين المسلمين كما زعموا. وهكذا أخذت هذه المصادر الثلاثة من المعرفة الغامضة في التوغل والانتشار. فهل يدرك معظم الطلاب اليوم أن العدد الأكبر من هؤلاء الرجال المحترمين الذين تم تبجيلهم على أنهم رواد وأصحاب رؤى للعلوم المادية قد تأثروا بشكل كبير بالمفاهيم التي قدمتها المخطوطات السرية الغامضة إلى جانب بعض المنقولات من جوهر التصوف والرهبنة؟ ليوناردو دافنشي، إسحاق نيوتن، فرانسيس بيكون، روبرت فلود، نيكولاس كوبرنيكوس وغيرهم. هذه الأسماء وغيرها من رجال درسناهم وندرس عنهم في المدرسة كرواد قدموا اكتشافات وإنجازات علمية عن طريق الملاحظة النقية والاستنتاج المنطقي، ومع ذلك فإن التحقيق الأعمق والأكثر شمولاً في المسائل التي توصلوا إليها في اكتشافاتهم المختلفة والمواد الغامضة التي كانوا جميعاً يقرؤونها بالصدفة يكشف أنه لم تكن هذه الاكتشافات أكثر من تعاليم قديمة جداً عن الكون والطبيعة أعادوا تغليفها وتقديمها في صورة مسيحية أو شبه مسيحية. ويمكن العثور في نصوص القبالة على علم الكونيات الكوبرنيكي حيث تصف كوناً شاسعاً ونظاماً شمسياً كوكبياً، حتى أن النصوص القبالية قبل كوبرنيكوس بوقت طويل تذكر انفجاراً ضخماً كان سبباً في بدء كل شيء، بالإضافة إلى مفاهيم الجزيئات والتفاعلات الكيميائية، حتى أن طريقة تحويل العناصر بطريقة الاندماج والانشطار الذري تم تقديمها لأول مرة في الممارسات الغامضة للكيمياء. وهكذا نكتشف أن العلوم الحديثة ما هي إلا صورة من النصوص الغنوصية القديمة
تم تعديلها لتناسب العصر الحديث. أما فكرة أن الطبيعة والكون تحكمهما قوى وقوانين غير مرئية يمكن اكتشافها وحسابها ثم إعادة تطبيقها من خلال وسائل تقنية مختلفة، هذا في الواقع مبدأ أساسي للهرميسية. ومع مساعدة معقولة من الأخويات السرية ذات الثروة المالية مثل روز كروشن والماسونية، تم إنشاء الجمعية الملكية كأول منظمة رسمية مكرسة للنهوض بالبحث العلمي، والباقي كما يقولون تاريخ. إنما بدأ كمحاولة فاترة للجمع بين المعرفة المكتسبة من الوحي الإلهي والمعرفة المكتسبة من الطبيعة، تحول بسرعة إلى فلسفة طبيعية غير اعتذارية. وأصبح الكون فجأة كبيرا جدا جدا، وأصبح الله بعيدا جدا، لدرجة أنه كان من السهل اعتبار الكون نفسه قادرا على التكون دون مساعدة الله على الإطلاق. وتوسعت نماذج السماوات الكوبرنيكية وصقلت، ودخل داروين لشرح كيف يمكن أن تظهر الحياة صدفة من العصارة الأولية بعد فترة طويلة من تشكل الكرة الأرضية ببطء على مدى مليارات السنين من التجمع البطيء للغبار الكوني في فراغ الفضاء. وأصبحت الجامعات وقاعات المحاضرات أبواقا حصرية للنخبة الشيطانية، فقد تم بناؤها وتطويرها تقريبا من قبل نفس الأخويات الثرية ذوات الدم النقي. وليس من المستغرب أن تصبح منطقة معادية لأي شخص يتجرأ على التشكيك في الإجماع العلمي المزدهر الجديد، أو معارضة النموذج المفروض على البشر والذي قدم الكون على أنه مساحة شاسعة ومتطورة وغير محدودة، بينما يطفو كوكبنا الأزرق الصغير في مكان ما في المنتصف. ورغم أن الإنسان هو قمة الحياة على هذا الكوكب ويعتلي هرم التركيبة الحياتية على الأرض، إلا أنه قد لا يكون وحيدا في الكون. وهكذا أعدت خشبة المسرح، وبدأت الشخصيات القديمة نفسها تظهر تدريجيا مرة أخرى بمجموعة جديدة من الأزياء، حتى وصلنا إلى أعظم خدعة علمية عرفتها البشرية. في القرن العشرين وقعت أحداث كثيرة مقارنة بالقرون التي سبقت، لدرجة أنه من العسير تلخيص هذه الأحداث التي غيرت شكل العالم. فقد شهدت بداية القرن نموذجا كونيا جديدا، أو بالأحرى قديما أعيد تقديمه، اعتمد ووضع في مكانه المناسب على الأقل في قاعات الأوساط الأكاديمية. يوفر هذا النموذج نظرية جديدة تبدو مقنعة لكنها مخادعة، إذ تمهد لموجة جديدة من جيوش المراقبين المتمردين أو الكيانات الساقطة لتنزل إلى الأرض وتقدم نفسها على أنها كائنات فضائية. علينا أن نتوقف هنا ونفكر بعمق في مسألة الحجاب البعدي، ذلك الحاجز الذي يبدو أن الخالق تعالى قد وضعه بعد غزو المراقبين قبل الطوفان. فهل يمكن للملائكة الساقطين، أي الشياطين، أن يكشفوا مرة أخرى عن أنفسهم للبشرية، لكن هذه المرة كمنقذين فضائيين، وأن يصبحوا حكاما لمملكة الشيطان الأرضية؟ ربما. هل يمكن للأرواح الشيطانية أن تظهر وتتجلى في العالم المادي وتسكن الناس وتحرك الأشياء وحتى تهاجم الأفراد؟ نعم، ولكن ليس الآن. فرغم أن قدرة المملكة الشيطانية على التفاعل مع عالمنا المادي لا تزال محدودة، إلا أن هذه المحدودية لن تستمر طويلا. فالكتاب المقدس يؤكد أن هذا الحاجز سيبقى في مكانه إلى حين، وفي المستقبل سيتم إزالته، وسيكون للدجال الأعور فترة وصول غير مسبوقة إلى الأرض والبشرية مرة أخيرة قبل أن يلقى نهايته المحتومة بعد عودة السيد المسيح عليه السلام. وفي حين أنني بالتأكيد لا أدعي أن لدي كل الإجابات،
أو أن لدي فهما مثاليا لعلم الأخرويات التوراتي أو نبوءة نهاية الزمان، إلا أن شيئا واحدا عدت إليه مرارا وتكرارا من خلال البحث على مدى السنوات القليلة الماضية في علم الكونيات والنبوءات والأحداث الجارية وصعود العلماء وجذوره في العالم السري، هذا الشيء هو فيزياء الكم، إذ يبدو أنها تلعب بطريقة ما دورا هاما في أجندة الشيطان الضخمة القديمة والتي يشير إليها الكتاب المقدس على أنها الخداع العظيم. ففي القرنين التاسع عشر والعشرين أصبحت الذرة نظرية حديثة رسمية، مما جعلنا نصل إلى يومنا هذا الذي يعج بأفكار ومصطلحات مثل نظرية الأوتار والمادة المظلمة ومصادمات الهيدرونات الكثيرة. لقد انقسمت الذرة مع قوة تدميرية مخيفة أو احتمال إنتاج الطاقة، وثبت بلا شك وجود هذا الواقع الكمي الواسع للغاية والذي لا يمكن تكذيبه. أم يمكن؟ هل لأصول هذه النظريات العميقة الغامضة كأنها متفشية في السحر أي أهمية متبقية بالنسبة لنا اليوم؟ هل ما زالت هناك أجندة روحية لم يكشف عنها بعد وراء كل هذه الروابط المخفية خلف كل هذه الصدف؟ يعتقد عالم التنجيم الحديث مانلي بيهل أن هناك قدرا كبيرا من الأهمية الباطنية للذرة، وألقى العديد من المحاضرات حول هذا الموضوع، واليوم نسمع بشكل متزايد علماء الفيزياء النظرية وغيرهم من العلماء الماديين يتحدثون عن تشابه غريب بين الأشياء التي تدعي فيزياء الكم الحديثة اكتشافها وبين أشياء موجودة في تعاليم القبالة وأشكال الهرمسية القديمة الأخرى. فمن خلال تعريف الذرة يمكننا أن نرى هذا الاتجاه المألوف لفلسفة صوفية أصلية تتدفق تدريجيا وبشق الأنفس إلى ما يفترض أنه قاعدة معرفية مادية وعلمية بحتة، والتي تنتهي بشكل ساخر إلى حيث بدأت، موجهة للبشرية مرة أخرى إلى نظام الاعتقاد الهرمسي القديم. فهل تم خداع البشرية إلى هذا الحد لدرجة قيامهم ببناء الآلات التي ستكون بمثابة مفتاح لتحرير جيش من الكيانات المعادية والسجينة في سجنها البعدي؟ هل بدأت الشياطين في ترسيخ تلك المذاهب الفلكية والفيزيائية الزائفة منذ فترة طويلة؟ حتى نعتقد في نهاية المطاف أننا كنا نكتسب المعرفة لتحقيق خلودنا الخاص، بينما في الواقع كنا نلعب دور الله فقط. وحتى اليوم ما زالت عملية اكتشاف الجديد مستمرة، ويمكننا من خلال تعاليم القبالة والزهار أن نرى بوضوح أنه لا يوجد شيء اسمه الموت. هذا تعليم مهم للغاية عندهم. على سبيل المثال، أنت تقود سيارتك وترى حيوانا صغيرا، لكن تم دهسه فقتل المسكين على الطريق. إنها مأساة محزنة، ولكن في الدروس الحقيقية للقبالة نجد أن هذا الحيوان مصنوع من ذرات. هذه الذرات تصفها النصوص القبالية على أنها نقاط ضوء صغيرة، وتلك هي الطريقة التي وصفت بها الذرة. إنها جزيئات لا يمكنك رؤيتها بالعين، لكنها لبنات الكون بأسره وأساس بنائه وكل شيء فيه. أما هذا المخلوق الميت الصغير فمصنوع من ذرات، وتلك الذرات مليئة بالطاقة، والطاقة لا تفنى أو تموت. لذا فإن النصوص القبالية التقليدية تقسم الأشياء وتصفها حسب نظرية الجسيمات. الشيء المثير للاهتمام حقا هو أن التقاليد الشفوية لتعاليم القبالة يتم تعليمها من الأب إلى الابن ومن الأم إلى الابنة، وهناك افتراضا نسخة من الفيزياء النووية كانت حاضرة بقوة في وسط وشرق أوروبا. حسنا، من أين جاء علماء الفيزياء النووية؟ نيلز بور
إيزيدور إسحاق رابي، الأخوان أوبنهايمر، إدوارد تيلر الذي اخترع القنبلة الهيدروجينية وغيرهم. لو بحثت في تاريخ عائلاتهم فسوف تكتشف أنهم جميعاً جاءوا من وسط وشرق أوروبا، وهي المنطقة الجغرافية التي كانت فيها التقاليد الشفوية للقبالة في أوج قوتها. ويوضح كتاب دكتور ستراندلوفز الحقيقي أن القبالة تكتب الآن في نظرية الكم مع الكواركات والنيوترونات وجميع هذه الجزيئات الغريبة التي تسافر بسرعة تقترب من سرعة الضوء. إنها تلك الجزيئات الغامضة التي تم اكتشافها في مسرعات الجسيمات الجزيئية. وإذا كنت تعرف عن القبالة كما عرفها على ما يبدو أشخاص مثل ألبرت أينشتاين وإدوارد تيلر، فحتماً كنت سترى كيف أن العلماء يجعلون الفيزياء الكمية تتناسب دائماً مع القبالة. غريب أليس كذلك؟ لكن القادم أكثر غرابة. أليس من الجنون أن نتأمل الفكرة القائلة بأن كل شخص منا قد نشأ تقريباً وهو يتعلم ويتلقن ويبرمج عقله لتقبل أفكار معينة دون الشك فيها أو طرح الأسئلة التي قد تكشفها بشكل أوضح؟ حسناً، دعنا نسأل، ما هو السر البابلي؟ وهل هو حقيقي؟ وما هي تعاليم القبالة؟ يبدو أن لا أحد يعلم، لكن الغريب أن كلنا نعلم ما هي، فقد قدمت لنا وتعلمناها باعتبارها علم. إن العلاقة بين السحر والعلم موضوع يستحق أن نقف أمامه ونتأمله بعمق، فمن خلال استكشاف هذه العلاقة ندخل في عالم معقد يجمع بين الجانب الروحي والفلسفي للسحر وبين الجوانب العلمية والمنهجية للعلم. وقد تجدد اهتمام الباحثين بهذا الموضوع في ضوء التقدم الحديث في العلوم والتكنولوجيا وتأثيرها على التصورات القديمة والحديثة للسحر. ولا شك في أن فهم طبيعة هذه العلاقة يمكن أن يسهم في إلقاء الضوء على جوانب جديدة من الثقافات والتقاليد، ويفتح الباب أمام تطوير مفاهيم جديدة في العلوم والفلسفة. في مطلع القرن العشرين هزت نظرية النسبية الأوساط العلمية والعالم كله بطرح مختلف ومميز وتفسير جديد للكون. ثم ظهرت ميكانيكا الكم لتحدث ثورة جديدة وتكشف الستار عن عالم شاسع مخفي في أعماق الذرة. وبين النسبية التي ركزت على حركة الأجرام الضخمة وميكانيكا الكم التي غاصت في أغوار الذرة برزت عدة إشكالات لم يجد لها العلماء تفسيراً. وفي مطلع السبعينيات من القرن العشرين تبلورت نظرية فيزيائية رياضية جديدة حاولت الجمع بين النسبية وميكانيكا الكم، وهي نظرية الأوتار، والتي عملت على إعادة نمذجة الجسيمات دون الذرية ككيانات أحادية البعد تشبه الأوتار، ما سمح بطرح فكرة الأكوان المتوازية وإغراق العالم في فرضيات تمهد لتحقيق الهدف الأعظم. يقول الفيزيائي الأمريكي آلان جوف: بما أن الكون ولد من العدم وبما أن العدم يمتد إلى مساحات لا متناهية، إذن من المتوقع نشوء أكوان لا متناهية في أجزاء مختلفة من العدم. ويقول عالم الكونيات الأمريكي مارتن ريس: إذا دخلنا متجر لبيع الثياب حيث توجد ثياب بمقاييس مختلفة وعديدة، فليس من المستغرب حينئذ أن نجد ثوباً بمقاسنا. بالمثل ليس من المستغرب وجود عالم كعالمنا
لأنه توجد عوالم كثيرة ومختلفة. أما عالم الفيزياء الأمريكي من أصل ياباني ميتشيو كاكو فيقول مشيرا إلى العلاقة بين النظريات الفيزيائية الحديثة والتعاليم الغنوصية القديمة: أنا فيزيائي نظري أسير على خطى عمالقة مثل أينشتاين ونيلز بور. لست فيلسوفا، لكنني أنبهر كثيرا بحقيقة أن العديد من الأسرار الأساسية التي نجدها في نظرية الأوتار ونظرية كل شيء تبدو منعكسة في الزهار وفي القبالة. بينما يقول الدكتور كيم هانسون: بصفتي باحث فإن أكثر ما يدهشني هو الدرجة التي تبدو فيها الفيزياء الحديثة وكأنها نص قبالي. ويضيف آخرون: عندما حاولت إيجاد العلاقة بين القبالة والعلم شعرت بالصدمة وكنت مندهشا. فنحن نعلم أن إسحاق نيوتن كان لديه وصول إلى بعض النصوص الصوفية وبعض النصوص السرية في القبالة. فالقبالة وصفت الخلق بأنه جاء من نقطة صغيرة واحدة، من بقعة، من وجود المادة والزمان والمكان. كل ذلك معا كان في بداية الأمر، أي ذرة واحدة عظيمة الكثافة هائلة التركيز تحوي الزمان والمكان معا. هذا يشبه إلى حد بعيد وصف الانفجار العظيم. لكني لم أستطع التصديق بأن القباليين يمكنهم الوصول إلى هذه الحقائق دون معرفة عميقة بعلم الرياضيات أو علم الفيزياء. وبلا شك فإن الرقم 10 يمثل بعد زمكاني في نظريات الأوتار المتناظرة، ويقابله الرقم 26 في نظريات الأوتار البوزونية. لذا فإن جميع الأمور التي يمكن أن تدمر نظرية الأوتار، جميع الأمور التي تدمر كل نظرية منافسة لنظرية الأوتار، يتم إغراقها بالضبط في 10 أو 26 بعداً. هذه الأبعاد سحرية، فنحن الفيزيائيون لا نعرف من أين تأتي. لا أعرف بالضبط، ولكن ربما تكون تخميناً محظوظاً كما يقول الزهار. يبدو أنهم كانوا يعرفون أشياء عن الكون استغرقنا نحن آلاف السنين لمعرفتها. إنه أمر مدهش حقاً أن يكون علم الكونيات الأكثر تقدماً، والذي يأتينا من أقمارنا الصناعية، ومن تفتيت الذرات، ومن السبورات السوداء، له انعكاس في تعاليم القبالة ونصوص الزهار. يتحدث الباحثون هنا عن نظرية الأوتار، والتي تعتبر إحدى النظريات الفيزيائية الحديثة، وتعتقد أن العالم الذي نعيش فيه يتكون من أوتار ذرية متناهية الصغر تهتز وتتفاعل بطرق مختلفة. ومن خلال تفاعل هذه الأوتار يمكن تفسير الظواهر المختلفة في الفيزياء، بما في ذلك الجاذبية والجسيمات الأساسية والطاقة. وتتناول نظرية الأوتار الأبعاد الإضافية، النظرية، إضافة إلى الأبعاد الفضائية الأربعة الأساسية، وتفترض نماذج يمكن أن تسمح بتفسيرات مختلفة للظواهر الفيزيائية، حيث تهتز الأوتار في أبعاد إضافية غير مرئية وتتفاعل بطرق معقدة لتكوين الجسيمات المختلفة التي نراها في الطبيعة. حسناً، فإذا ابتعدنا عن الطريقة التي نرى بها في العادة، سنصل إلى الحقيقة التي يخبرنا بها القباليون، والتي تبدو غريبة بالنسبة لنا. فأولئك العلماء الذين يدرسون فيزياء الكم، لماذا وصلوا إلى هذا الإدراك؟ والذي أوصلهم إلى مستوى أعمق لواقعنا نكون فيه أنا وأنت، حرفياً، شخص واحد. لأنهم يدخلون عالماً مختلفاً بقواعد غريبة، إذ فجأة يمكن أن يكون شيء واحد في مكانين في الوقت نفسه، أو أن الزمان والمكان والحركة يمكن أن يتخذوا أشكالاً أخرى.
وهكذا حتى وصلوا إلى فكرة أن كل شيء يتوقف على من يدركه. ولهذا السبب، سواء مررت عبر الحائط أو لم تكن موجودا على الإطلاق، فهذا سيكون فقط بالنسبة لي، ولكن ليس بصفة حقيقة مجردة، أي أن وجود شيء أو وقوع حدث يعتمد على إدراكي له. يقول الفيزيائي الأمريكي فريد آلان وولف: لقد درست الفيزياء وكنت أعرف عن التكنولوجيا، لكن القبالة كعلم كانت شيئاً لم يخطر على بالي أبداً. هناك شيء ما في طريقة التفكير هذه يمكنه تحسين أي شيء، فلا يهم إن كنت يهودياً أو مسلماً أو أممياً، لا يهمني ما أنت عليه، لا تهمني جنسيتك أو إلى أي ديانة تنتمي، فالقبالة ستساعدك على تحرير عقلك من أي قيود فكرية. اللافت للنظر هنا ليس ثناؤه على تعاليم القبالة، بل أنه أوضح الرابط بينها وبين العلم. ويقول الكاتب ميتش هورويتس: إذا رجعنا إلى الوراء عدة أجيال ثم تقدمنا إلى القرن العشرين، أي إلى ما يقرب 80 عاماً، سنجد أنه في جيلنا الحالي أعادت التجارب في فيزياء الكم إحياء خيال الناس الديني أو الصوفي، ومن المستحيل التحدث عن غرابة ودهشة ما تم العثور عليه في تجارب فيزياء الكم على مدى 80 عاماً الماضية. فعلى المستوى الذري يجد العلماء أن الجسيمات لا تظهر في حيز الوجود حتى تتم مراقبتها، حينها تظهر ويكون لها وجود. وهذا يشير إلى أنواع كثيرة من الأشياء المذهلة والاستثنائية. ولهذا فإن علماء الفيزياء الكمية قلقون بشأن أن الناس قد يعلقون على مثل هذه الاكتشافات بقول: انظروا، دليلا على كل ما كان يهتم به علماء التنجيم في عصر النهضة. هذا لأن علماء فيزياء الكم أنفسهم لا يفهمون هذه الاكتشافات. إنها تحديات أمام جيلنا وغموض عصرنا. ويضيف جون بيل، وهو أحد العلماء في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية سيرن: تؤكد تجارب ميكانيكا الكم هذا الوضع الغريب جداً، لذلك نحن ملزمون بالاعتراف بأن التشابكات الكمية موجودة في العالم، وإذا أردنا شرحها وليس فقط قبولها كما قدمت لنا، فإننا ملزمون باستدعاء شيء مثل الأحداث التي تسير أسرع من الضوء من مكان إلى آخر. يبدو الأمر كما لو أن شخصاً ما يجلس خلف الكواليس يلعب لعبة علينا. تخيل على سبيل المثال أن لديك نظام تتابع، فنحن نعلم أن القطارات لا يمكن أن تسير بسرعة أسرع من الضوء، ولكن قد تكتشف من خلال دراسة الجدول الزمني بعناية أنها لا تتحرك بسرعة الضوء بالفعل، ولكنها تعود في أثناء الليل إلى نقطة البداية بسرعة أسرع من الضوء. لذا فخلف الكواليس تحدث أشياء غير عادية ولا يمكننا معاينتها أو فهمها، وهذه معضلة لا أعتقد أن لدينا طريقة جيدة لحلها. إذا كنت تعرف ما هي الكهانة، فأنت بطبيعة الحال تفهم أنها محرمة بشكل قاطع، لأنها في الأساس مجموعة كاملة من الممارسات التي تتضمن الاتصال بالمملكة الشيطانية والعالم السفلي. وبالطبع هذا هو التنجيم أيضاً. ولأنني كنت أفكر في ذلك كثيراً مؤخراً، فقد كنت أنزلق أكثر وأكثر في حفرة الأرنب لميكانيكا الكم، وأصطدم بمفاهيم مثل التشابك الكمي، وهو أحد جوانب فيزياء الكم التي يحب الكثيرون في العصر الجديد والخبراء في السحر والصوفية الإشارة إليها كدليل على أن العلم يبرر المعتقدات الباطنية القديمة والتصوف. وهذا يثير غضب واستياء العديد من الفيزيائيين الماديين. وعلى الرغم من ذلك، يستمر هذا التوتر في التزايد، ويتطلع المزيد والمزيد من الناس إلى فيزياء الكم باعتبارها وسيلة يمكن بها التوفيق بين العلم والروحانية.
بيد أن ذلك في حد ذاته يثير حفيظة المجتمع العلمي أكثر. وكلما نظرت في أصول فيزياء الكم وتطورها على المدى الطويل منذ العصور القديمة في اليونان والهند وحتى بابل، أجد أن فهم الذرة هو بالفعل تعليم غامض أو فكرة شيطانية. لذا هي عقيدة أساسية من عقائد الشيطان، تماماً مثل نظرية التطور والعديد من التعاليم الأخرى والتي على نحو جوهري تعتبر من تعاليم البنفستية. هذه فكرة بنفستية وصوفية، وقد تمت تصفيتها على مر الألفية قبل أن تستقر مرة أخرى في الغرب خلال عصر النهضة مع عودة الكيمياء والقبالة والهرمسية وغيرها من التعاليم الباطنية التي أفسحت المجال للثورة العلمية. يشير الباحث هنا إلى البنفستية، وهي عقيدة فلسفية ودينية تعتقد بأن الخالق أو الإله موجود في كل شيء ويشمل كل جزء من الكون، أو أن الكون نفسه هو مظهر من مظاهر الخالق أو الروح العالمية. بمعنى آخر، تعتبر الكون نفسه إلهاً أو جزءاً منه، أو أن الكون نفسه مظهر من مظاهر الخالق أو الروح العالمية، وأن كل ما نراه ونشعر به ونتفاعل معه يعبر عن وجود الإله. من هنا تعتبر البنفستية الطبيعة والكون بأكمله مقدساً، ويتم التعبير عن العبادة والتقدير للخالق من خلال التواصل مع الطبيعة والتفاعل معها. وتعود أصول هذه العقيدة إلى العديد من الفلسفات القديمة والتقاليد الدينية، بما في ذلك الهندوسية والفلسفة اليونانية والشامانية. وتظهر أيضاً في بعض الأديان المعاصرة مثل الوحدانية الإلهية والتصوف. وتختلف البنفستية عن الديانات التقليدية التي تميز بين الإله والكون، إذ إنها تعتبر الله والكون وجهين لعملة واحدة، وتشدد على الروحانية والتواصل الداخلي مع الخالق من خلال الانغماس في الطبيعة والتأمل والصلاة. وعلى الرغم من أنها قد تشترك في بعض الأفكار مع الديانات الأخرى، إلا أنها تميز نفسها بالتركيز الشديد على الوحدانية والوجود الشمولي لله. مع بداية القرن العشرين ظهر أينشتاين ونيلز بور، وهذا الانفجار في المعرفة إن صح التعبير في الفيزياء النووية والنظرية الذرية كما تعلمون والنظرية النسبية وما إلى ذلك. لذا وكما أوضحنا تفصيلا في الجزء السابق، يمكن القول إن مفهوم الفيزياء هذا هو مفهوم شيطاني أصيل، فهو في الأساس وجهة نظر غامضة قديمة تمت إعادة تغليفها في العصر الحديث لتبدو مقبولة، بينما هي في الأساس وجهة نظر سحرية تم تنقيتها وتغيير شكلها الخارجي لتبدو راقية ومصقولة وتجريبية تصلح كي يسترشد بها طوال الوقت. لقد وجدت أنه من المذهل الاستماع إلى شخصيات مثل جون بيل من سيرن، والذي كانت تجاربه واحدة من تجارب الفيزياء المحورية المتعلقة بفكرة التشابك الكمي، وهي الفكرة التي من المفترض أنه تم إثباتها، لكن صدى صوته ما زال يتردد وهو يقول بنفسه: كأن شخص ما يلعب لعبة علينا. وبالعودة إلى الكهانة والتنجيم، نجد أنهما ينطويان على قدر كبير من التجارب. هما ببساطة نوع من التفكير التجريبي، لكن بالنسبة للعلماء لا يعتبرون ذلك علماً. بيد أننا لو تمعنا في طبيعة الكاهن وطبيعة العالم الكيميائي، فسوف نجد أنهما متشابهان، إذ يعتقدون أنهم يتفاعلون مع القوى الكونية أو يتفاعلون مع عقلهم الباطن، أو يتفاعلون مع العقل الكلي للكون أو ما شابه ذلك. النقطة المهمة في الخداع هي أن الممارس لا يصدق بأنه مخدوع من قبل الكيانات الشيطانية، فبغض النظر عما يفعله، سواء يستعمل بطاقات التارو أو لوحة الويجا أو الأحجار الرونية أو سحر السيجل أو تعويذات الصد أو القيام بالطقوس،
فإنه يجري تجربة يحصل فيها على استجابة أو على أمل الحصول على استجابة. يفهم المؤمنون تلك الاستجابة على أنها تجسيد ندي من كائن روحي. وهكذا فإننا نفهم أنه بطرق محدودة معينة يمكن للعالم الشيطاني أن يتفاعل مع الكون الفيزيائي ثلاثي الأبعاد ويظهر الطاقة بشكل أساسي. ولذلك كلما عرفنا المزيد حول الظواهر الخارقة المختلفة نفهم أن جميعها في النهاية حيل وخداع شيطاني. وسواء فهمت ظاهرة الأجسام الطائرة مجهولة الهوية أو لا، فإن الناس يرون أشياء في السماء، وبعضهم حدثت لهم لقاءات على مستوى ما مع كائنات غامضة، وبعضهم تعرض للاختطاف من فضائيين كما ادعوا. هذه مظاهر للطاقة تتجلى وتأتي إلى العالم المادي من العالم الروحي. كما أن الناس الذين ينخرطون في صيد الأشباح والبحث في الظواهر الخارقة يخرجون ويبحثون فعلا عن أشياء مثل الحقول الكهرومغناطيسية والأصوات وغيرها، أي المظاهر الجسدية المادية لما يعتقدون أنها أرواح متوفاة أو انطباعات نفسية عن حدث سابق أو ما شابه ذلك. لدينا أيضاً أشياء مثل دوائر المحاصيل أو مشاريع حكومية تعمل على إجراء تجارب مثل القدرات النفسية أو الرؤية عن بعد وأشياء من هذا القبيل. كل هذه الأمور يتم تصميمها وتشغيلها وهندستها وتوجيهها بواسطة الشياطين، فهو خداع شيطاني. لكن هذا الخداع ينجح لأن البشر المشاركين يؤمنون بتصور خاطئ وزائف عما يتعاملون معه. لذا إن فهمنا كل ذلك فلا الغريب في توقفنا للسؤال عن مدى صعوبة قيام هذه الكيانات بأمور مثل التلاعب بجسيم واحد أو بعض الجسيمات دون الذرية في تجربة، سواء كان ذلك في سيرن أو في أي من هذه التجارب الشهيرة التي أدت إلى سيرن مثل تجربة الشق المزدوج الشهيرة. ما مدى صعوبة التلاعب بهذه النتائج العلمية من قبل الجانب الآخر لتأكيد أمور مثل التشابك الكمي ومبدأ عدم اليقين على مستوى الكم؟ لدينا الآن هذا النقاش المستمر. لدينا هذه الصوفية والروحانية الجديدة تتماشى وتربط نفسها بما كان يسمى سابقاً العلم المادي. ولدينا النظرية الذرية التي نشأت عن الروحانيات الغامضة تأتي الآن لتكمل الدائرة. من الصعب رؤية ذلك على أنه مصادفة خاصة في هذه المرحلة، أو هذا ما أعتقده على أي حال. يقول الكاتب والطبيب الأمريكي من أصل هندي ديباك شوبرا: يخبرنا العلماء اليوم بأن الطبيعة الأساسية للواقع هي الارتباط الغير المحلي، فكل شيء متصل بكل شيء آخر، وهناك إبداعا خفيا وقفزات كمية للإبداع. كما أن هناك شيئاً يسمى تأثير المراقب، حيث تنظم النية أحداث الزمكان التي نقيسها بعد ذلك كحركة وطاقة ومادة. ويمكننا أن نحظى بعلاقة شخصية مع مثل هذا الذكاء، لأننا نملك وعياً يمثل جزءاً من بحر الوعي. أو كما قال الشاعر الصوفي الكبير جلال الدين الرومي: أنت لست مجرد قطرة في المحيط، أنت المحيط العظيم في القطرة. إذن كل ما علينا فعله هو فهم مبادئ العلم والإيمان بأن داخلنا الموارد اللازمة لفهم هذا الغموض بشكل حدسي. وهكذا تخفت الغنوصية القديمة في ثوب العلم، ونفذ الشيطان خطته المدروسة لخداع البشر بأسماء براقة وأفكار لامعة مثل النسبية وميكانيكا الكم. وأخيرا تأتي نظرية الأوتار لتكمل المصفوفة التي يشقى فيها المستيقظون. أما النائمون فهنيئاً لكم نومكم العميق. عندما نشك في شيء مقبول عالمياً مثل نظرية الجاذبية التي يقبلها العالم دون اعتراض، فإن هذا يجلب معه الشك في العديد من النظريات الأخرى التي تستند جميعها إلى الجاذبية، مثل أطروحات الفيزياء النظرية ونظرية الذرة، وبالطبع النموذج الكمي بأكمله.
في الوقت نفسه يبدو أن جزءا كبيرا من هذه الأبحاث الكونية غير المهنية يكشف عن أدلة تشير إلى إدراك غامض بأن الكون هذا النظام المغلق بأكمله الذي نعيش فيه يعمل بدرجة أكبر بكثير مما يتصوره العلم السائد تحت تأثير ما نشير إليه عموما بالقوى الكهرومغناطيسية. وهذا يقودنا إلى ساحة معركة مزروعة بالألغام. في السنوات الأخيرة شهدنا عودة ضخمة للاهتمام بشخصية نيكولا تسلا، هذا العالم الفذ الذي دمروا إنجازات حياته بشكل مريب، لأن النموذج الأينشتيني للنسبية والصروح الخيالية النظرية الأخرى أصبحت الركيزة الأساسية للأوساط الأكاديمية، وأي إنجاز حقيقي يخرج عن هذه الدائرة لا بد من أن يحارب ويدمر كي لا يستيقظ النائمون. فالطاقة الحرة والهرمونيات الطبيعية وعلم الصوتيات وغيرها من أمثال هذه الموضوعات والأبحاث التي أخفيت عنا شهدت اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة، في حين ما زال يعتقد بعض المخدوعين بالعلم المزيف أن المفاهيم الاحتيالية للجاذبية والنسبية كشفت عريها عن الحقيقة. لكن عملية الإيقاظ بدأت في اجتياح العالم والتعريف بالعلوم الحقيقية على الرغم من سعي مؤسسات التعليم السائدة للسخرية منها ورفضها. وفي مكان ما في مجال الترددات والاهتزازات والنبضات والأنماط ومن خلال وسط شبه منسي الآن كان يشار إليه لآلاف السنين باسم الأثير، ربما تكمن الآليات الحقيقية للجوانب الأكثر غموضاً في خلق الله. وبينما نستكشف هذه المفاهيم الجديدة والقديمة في الوقت نفسه للتلألؤ الصوتي وتنوع المظاهر الكهرومغناطيسية، يبدو أنه من الحكمة أن نتوقف ونسأل أنفسنا عما إذا كانت هذه الأشياء جزءا مما أراد الخالق أن نحاول فهمه والسيطرة عليه، أو ما إذا كان هذا في الواقع بمثابة دخول جديد إلى المعرفة التي لم نعطى عليها السيادة وتنطوي على فخ. وعليه يحتمل أن تكون جزءاً من الخداع الكبير أيضاً ودخول إلى معرفة أخرى من المعرفة المحرمة التي جلبها الساقطون معهم من مملكتهم الأصلية التي تدور حول السماء وتضيء الأثير. يقول إيريك دوباي وهو أحد أشهر الباحثين في الأرض المسطحة وصاحب كتاب 200 دليل على أن الأرض ليست كرة تدور، منذ آلاف السنين وإلى يومنا هذا هناك أشخاص في الأمازون يشربون الآيهواسكا أو البيوت والمواد الطبيعية الأخرى ويتحدثون عن أشياء مشابهة جدا للكائنات الفضائية والأجسام الطائرة مجهولة الهوية، ويرسمون صورا لهم تظهر أطباقا طائرة وكائنات تخرج منها وتتفاعل معهم وتعطيهم معرفة متقدمة بالنباتات وأشياء أخرى، أو يخبرونهم بأمور سوف تحدث مستقبلا أو ما إلى ذلك. ومن المعروف أن هذه مخلوقات متعددة الأبعاد، أي أن هناك ظاهرة متعددة الأبعاد تحدث عندما تتفاعل أجسام البشر مع مثل هذه النباتات المخدرة. لكن هناك ما هو أقوى من هذه المخدرات، في الواقع هو أقوى مخدر على وجه الأرض، وهو هرمون يتم إنتاجه بشكل طبيعي في غدتنا الصنوبرية في عيننا الثالثة ويخرج عندما ننام، وعليه فإن الأحلام هي نتيجة لتأثير هذا المخدر. وهكذا عندما يكون الناس نائمين ثم يتم اختطافهم من قبل كائنات فضائية ويعيشون هذه التجربة الحقيقية جدا وغير المألوفة بالنسبة لهم، فقد يكون ذلك بسبب ثورة هرمون الاندروجين الدماغي والذي تسبب في رؤى مماثلة لهلوسات الآيهواسكا والتي يراها بعض الناس في بيرو وليس لها علاقة بالكائنات متعددة الأبعاد. لكن لو قام أحد بتغذية هذه الدعاية الجديدة
ونشرها باعتبارها قصصا تدل على أن هناك كائنات فضائية تعيش خارج كوكب الأرض وأجسام طائرة غير معروفة فيزيائيا، فإن البشر يشرعون في التفكير في هذه الكائنات النجمية التي تم الحديث عنها لآلاف السنين، ويعتقدون بأن السفر النجمي يمكننا القيام به من خلال رحلات فضائية، إلى جانب أمور أخرى من نوع ستار تريك والتي يحاولون إقناعنا بأنها حقيقية وحملنا على الإيمان بها. لقد كان الكثير من الناس منذ آلاف السنين يؤمنون بوجود ما يسمى بالكائنات الفضائية، كائنات نجم الفيريك، لكنهم قالوا إنهم سافروا إلى النجوم وحكوا ما يشبه الأسطورة القديمة عالم ديمتري كوكال، حيث أن هذه الكائنات لديها كنيسة تسمى ديميت تحتوي على أحواض مصفوفة ومتجاورة في بيئة نوعية محرومة من الحوس. وفي المتريوم كانوا جميعاً مرهقين كما هو الحال في كنيسة مسيحية حين تقرأ جسد ودم المسيح، وهم يعطونك خبز وبعض النبيذ، لكنه لم يكن خبزاً وبعض النبيذ، بل كان فطراً سحرياً وبعض الأعشاب القوية. يأكلون ويشربون هذه الأشياء الموضوعة في أحواض جماعية مع كل المياه التي تلامس بعضها البعض، تماماً كما في فيلم تقرير الأقلية. ثم يقولون إنهم يخرجون من أجسادهم ويمرون عبر السقف ويذهبون إلى النجوم، وهناك يتواصلون مع كائنات نجمية وحضاراتهم المتقدمة. كل هذا يحدث فعلاً، لكن هنا على الأرض، فالوعي فقط هو الذي يذهب إلى النجوم وليس جسدياً وفيزيائياً عن طريق التكنولوجيا مثلما تقول وكالة ناسا إنها تفعل ذلك. وهناك نوع من الكائنات غير المرئية التي يمكننا الوصول إليها بهذه الطريقة، إلا أننا فقدنا الاتصال بهم لأننا تلقينا طعاماً كونياً وفكرة مزيفة عن هوية هذه الكائنات النجمية، وهكذا نحاول إنشاء طرق تكنولوجية للوصول إليها بدلاً من تذكر أن تقنيات النباتات الطبيعية موجودة بالفعل هنا للوصول إلى هذه الكائنات والتفاعل معها. يقول الآية وسكين إن هذه الكائنات هي التي أخبرتهم عن تركيبات النباتات والأشياء الأخرى التي يجب استخدامها للوصول إليهم. من المثير للاهتمام حقاً أن شخصاً مثل إيريك دوباي كان على حق في كثير مما يقوله، ومع ذلك هناك تفصيلة حاسمة يخطئ فيها على الرغم من أنها تكشف بشكل مذهل حقيقة البوابات النجمية وتوفر مدخلاً مثالياً إلى موضوع الكائنات الفضائية والكيانات الغامضة والأبعاد والعوالم الروحية والنباتات والمواد المهلوسة والإسقاط النجمي للغدة الصنوبرية أو العين الثالثة وما إلى ذلك. فهو يقدم كل هذا في إطار نظرية الأرض المسطحة وسياق علم الكون المغلق، لكن النقطة التي يخطئ فيها بشكل فظيع ومأساوي هي نقطة يشترك فيها كثيرون، لذا لا بد من طرحها. إنه يؤكد أن وكالة ناسا مزيفة بأكملها وتمثل أجندة الدعاية الغربية للنموذج الهيليوسنتريك المزيف، أي نموذج مركزية الشمس وكروية الأرض، ومن ثم تبعد الناس عن الحقائق الروحية التي عرفها القدماء وأخبروا عنها من خلال ممارسة التأمل وتناول بعض النباتات أو المواد الطبيعية. وتقوم ناسا بهذا الإبعاد من خلال غرس مفهوم الفضاء الخارجي الزائف والكواكب المادية المأهولة بالكائنات الفضائية وما إلى ذلك. هذا الطرح يفترض في الأساس أن السبب وراء جدول الأعمال هذا هو ببساطة من أجل السيطرة على الجماهير الجاهلة، أو بشكل أكثر تحديداً لمنع الأشخاص العاديين من إعادة اكتشاف هذه المعرفة وهذه الممارسات وهذا الارتباط بهذه الكائنات النجمية القديمة، لأنه من المفترض إن فعلنا ذلك سيسمح للبشرية بتجاوز نقطة التحول أو عتبة التطور الروحي، وبعد ذلك لن تتمكن القوى الحاكمة من السيطرة علينا. ولكن كما قلت
دبي ليس وحيدا في الإيمان بهذه الفكرة، لأننا نراها في كل مكان، خاصة داخل مجتمع الحقيقة أو في نظرية المؤامرة. وسأقول بوضوح إنني مقتنع تماما بأن هذا هو أحد أهم الموضوعات التي تتعلق بالروحانيات، لكننا أسأنا فهمها في أيامنا هذه. ففي الحقيقة يتلخص الأمر في بضعة أسئلة أساسية، مثل: ما هي هذه الكائنات النجمية؟ وهل الاتصال بهذه الكائنات بالفعل هو مفتاح الإطاحة بمراكز القوى البشرية في النظام العالمي الجديد؟ يمكننا قضاء ساعات في البحث عن الأدلة التي تتعلق بالإجابة عن هذه الأسئلة، والدخول في نقاشات حول أمور مثل الجمعية الثيوصوفية، أو الإشارة إلى أشخاص مثل أليستير كراولي واتصالاته بالعالم الخفي، أو جاك بارسونز، أو كل هذه الأشياء المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهياكل السلطة في النظام العالمي الجديد. لكن دعونا نذهب مباشرة إلى الهدف، وأملي أن الناس قد يجدون موارد جديدة وسبلاً أخرى للتحقق بأنفسهم. فبعد البحث والتحقيق الذي قمت به على مدار سنوات، وصلت إلى استنتاج بسيط بشكل مذهل، وهو أن هذه الكائنات التي يتم الاتصال بها من خلال هذه الممارسات المختلفة، سواء كان ذلك من خلال الطرق الشامانية أو الطرق المتنوعة للتصوف الشرقي، أو القاعات المظلمة لمجتمعات المدارس الغامضة وتغريبها متعدد الأجيال، هي الكائنات نفسها. كلهم يبشرون بالرسالة نفسها، رسالة التأليه، أن يصبح الإنسان إلهاً. هذه الكائنات النجمية، هذه الكيانات متعددة الأبعاد، هذه الأرواح، المعلنين المزعومين، أو سمهم ما شئت، هي حقيقية للغاية. ونعم، يمكنك الاتصال بها. لكن الاستنتاج المثير للقلق حقاً يأتي في حقيقة أن كل هذه المجموعات من البشر الذين يديرون العصابة العالمية بأكملها، بكل الحروب المفبركة والهجمات الإرهابية المزيفة، ومخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي المركزي بأكمله، والذي لا يختلف عن نموذج بونزي الاحتيالي، وتسميم الهواء والطعام والماء، وتخدير الشعوب، والتضحية بأطفالنا، والأكاذيب، وغسيل الأدمغة، والفوضى والألم والموت، كل ذلك يتم توجيهه من قبل هذه الكيانات، الكائنات النجمية نفسها. وهنا حيث يخطئ دبي في تحليله لكل شيء من خلال عدسة الأرض المسطحة، لأنه بمجرد أن تتمكن من التوقف والتأمل في ذلك، فإنك تبدأ في رؤية أن النموذج الفلكي الزائف لوكالة ناسا لا يهدف إلى دفع الناس بعيداً عن النظرة الصوفية أو الغنوصية، بل لتعميم نظرة غنوصية وصوفية بطريقة معاد تغليفها. ألا تصدقني؟ حسناً، ارجع بذاكرتك على مدى عقود من الدعاية الفضائية في الأفلام والتلفزيون، وانتبه إلى الرسائل الفلسفية المضمنة وراء جميع قصص الخيال العلمي، مثل صواريخ الدعم ومحركات الانطلاق الفوري. أمثلتي المفضلة ما تزال بلا منازع موجودة في فيلم ملحمة الفضاء 2001، الذي أخرجه ستانلي كوبريك عام 1968، وأعتقد أنني لست بحاجة إلى تذكير معظمكم من هو كوبريك، فهو أحد أعضاء النخبة العالمية الجديدة، أو تذكيركم بأن هذا الفيلم مليء بالرموز الغامضة والخفية. على سبيل المثال، فإن ذروة الفيلم تصور بوضوح رائد الفضاء يتجاوز مفهوم السفر الفضائي المادي، ويخوض تجربة روحانية فائقة الأبعاد، حيث يواجه القوى الغامضة وراء النصب التذكاري الغامض. هذا النوع من الرسائل يصلنا عبر جميع القنوات الرئيسية، وليس مستقلاً عنها.
قد يجعلك دوباي تعتقد أن الاستغراق في التأمل وما إلى ذلك من ممارسات هي الأمور التي تحاول شبكة التحكم السائدة إبعادك عنها، وذلك عن طريق روايتهم الزائفة، في حين أن هذا بالضبط ما يحاولون تعزيزه من خلال الترويج له. الأمر كله يتعلق بتجاوز الحدود واستكشاف الكون والتوسع الإنساني للمعرفة والاتصال والتواصل، ليس مع الخالق الحقيقي ولكن مع الإخوة الفضائيين المفقودين منذ فترة طويلة، والبذور الفضائية القديمة، ومع وعي الكون نفسه. ولكن وبصراحة، فعندما نفكر في كل هذا في سياق الأرض المسطحة والكون المغلق وتأثيراته والكائنات السماوية التي تقيم هناك، فإنه يتناسب بطريقة مذهلة. يقصد الباحث بالبذور الفضائية فرضية البانسبرمية، والتي تقول بأن بذور الحياة موجودة في كل مكان في الكون، وأن الحياة على الأرض قد أتت من هذه البذور، وقد تكون الحياة نبتت أيضاً في بعض الكواكب الأخرى. وجاءت أول إشارة إلى هذه الفرضية في كتابات الفيلسوف اليوناني أناكساجوراس في القرن الخامس قبل الميلاد. ثم بدأت فرضية البانسبرمية تتبلور خلال اقتراحات العديد من العلماء والباحثين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ربما يكون الكثير من المؤمنين بالأرض المسطحة على دراية بسفر أخنوخ، لكن أغلبهم سمعوا فقط الأجزاء التي تصف كوناً مغلقاً، بينما ما زالوا غير مدركين لحقيقة الملائكة المراقبين أو الشياطين الذين سقطوا، وكيف نزلت هذه الكائنات من السماء، وكيف كان له نسل هجين بعد الزواج من نساء بشريات، وأنهم علموا الناس جميع أنواع المعرفة المحرمة بما في ذلك السحر، كما هو موضح في سفر أخنوخ الفصل الثامن. لذا وبكل صراحة، لا يهم ما إذا كنت تشارك في اليوغا كونداليني أو الإسقاط النجمي أو تشرب شاي الأيهوسك أو تتناول ميثيل التريبتامين أو تستخدم تقنيات حجب الحواس أو تدخن أشياء مثل البيوت أو السلفية أو تقوم بتأمل بوذا الذهبي أو تمارس أي شكل من أشكال السحر أو الطقوس الوثنية أو أي شيء آخر، فكل هذا مصم لجعلك على اتصال مع الكائنات الساقطة نفسها، والتي علمت هذه الممارسات للبشرية لتحويل الناس بعيدا عن الله، بعيدا عن الخالق الحقيقي، وجرهم نحو عبادة أنفسهم من خلال القيام بممارسات الكائنات الساقطة التي تسكن الأبعاد النجمية ويقودها الشيطان. وتجدر الإشارة هنا إلى مقابلة أجريت مع امرأة تدعى كارولين هاملت، والتي نشأت في عائلة لوميناتي، لكنها نجت من أشياء مثل الاعتداء الطقسي والخداع الروحي العميق من خلال العلوم الغامضة. تلقت كارولين تدريبا جيدا على ممارسات الإسقاط النجمي، وكان لها لقاءات لا تعد ولا تحصى مع هذه الكائنات النجمية. تقول: هناك اسم آخر للشيطان هو سلطان قوة الهواء، لأنه حتى الهواء والأبعاد من حولنا مليئة بالأبالسة والكائنات الشيطانية، وهي خطرة للغاية، وقد مر الكثير من الناس بتجارب مروعة مع كيانات غامضة في السفر النجمي، لأن ذلك العالم الخفي المحيط بنا مثل السماء الثانية مليء بتلك الكيانات. لذا فعندما يفتح المرء العين الثالثة، فإنه يفتح لنفسه بوابة دخول إلى عالم غير محمي. وبالتأكيد لا أوصي بفتح العين الثالثة، فالناس لا يفهمون أن الإنسان فيه نفحة من روح الله، وهذه النفحة تجعله في الواقع متصلاً بخالق الكون نفسه. وأعتقد أن أحد الأسباب لإرسال السيد المسيح وجميع الأنبياء إلينا هو لصنع طريق أو ممر لجلب روح الله إلى هنا، حتى نتمكن من إيقاظ تلك النفحة فينا
إن أردنا ذلك، فهذه النفحة تشبه خط هاتف منا إلى الخالق ومن الخالق إلينا، وتعمل الكائنات الشيطانية دائما على إتلافه. أظن أن هذه قد لا تكون أفضل طريقة لتشبيه الأمر، غير أن الناس يمكنهم تصور ذلك، فهذا قد يعطيهم صورة ذهنية ورؤية تقريبية. لذا فإن فتح العين الثالثة يربط الإنسان بسلطان قوة الهواء، فالأشخاص الذين يفتحون عينهم الثالثة يدمرون خط التواصل الروحي الحقيقي، ويجعلون أنفسهم ممراً إلى المملكة الشيطانية، وممراً من المملكة الشيطانية إلينا. فالشياطين تستخدمهم للمرور إلى عالمنا. إنهم في الواقع يستخدمون البشر للحصول على المعلومات والتواصل مع الأبعاد التي يحتاجون إليها، لأن البشر لديهم بالفعل هذه القدرات. فنحن خلقنا بنفخة من روح الله، ولدينا قدرات لا نتصورها، لدينا سلطة لا تملكها الشياطين، لذا هم دائما في حاجة إلينا. أعزائنا المتابعين الكرام، لقد رأينا أنه من الضروري ألا نختتم هذا الجزء دون توضيح هام، كي لا تلتبس الأمور على البعض. فالتأمل في حد ذاته ليس صفة مذمومة إن جاء بمعنى التفكر. فالمولى تعالى يقول: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لكن التأمل المبني على مجموعة من الممارسات بهدف الوصول إلى الصحوة الداخلية والوعي الذاتي وما إلى ذلك من مصطلحات جرت العادة على فهمها كنوع من الارتقاء، فهو سلاح ذو حدين، لأن التفكر والتأمل حين يتم توجيههما التوجيه الصحيح، فإن ذلك يؤدي إلى تفعيل الحاسة السادسة إنجاز التعبير، وهي البصيرة التي تؤدي بدورها إلى معرفة الله حق المعرفة. فنحن في النهاية جزء منه تعالى، وفينا نفخة من روحه، لكن الاستغراق في ممارسات معينة والانخراط فيما يسمى علم الطاقة الحيوية وما إلى ذلك من أمور، فهو مثل فتح باب لا نعرف ما وراءه. وليس من الشجاعة اقتحام هذا المجهول، بل هذا تهور أدى بالكثيرين إلى الجنون والكفر والعياذ بالله. لذا واختصارا، فإن التأمل في بديع صنع الله واستثارة التفكير يجعلك ترى بصماته في كل شيء، أما الشطط والانحراف عن المنهاج الصحيح يؤدي حتما إلى الضلال. وأصعب ما في الضلال أن الضل لا يعرف أنه ضل، بل يظن أنه المهتدي الوحيد. يقول الله تعالى عن هؤلاء: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إلى جانب أن الفضول قد يدفع الإنسان أحيانا نحو تجربة تعود عليه بضرر بالغ، ولهذا كان يدعو بعض الصالحين أن يكفهم الله تعالى التجربة، لأنهم كانوا على علم بأن من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لا شك في أن أغلبنا يعلم حسب الرؤية السائدة في علم الفيزياء أن ميكانيكا الكم تعمل بشكل فعال على المستوى دون الذري، وأنها قدمت نموذجا مقبولا عالميا لهذا العالم الخفي، في حين لم تستطع القوانين التقليدية للفيزياء العمل على هذا المستوى. وعليه فإن أمورا مثل التراكب والتشابك الكمي والإمكانيات اللامحدودة والأكوان المتوازية وما إلى ذلك كلها ممكنة لو كانت على مقياس الكم، ولكن على المقياس الكبير فمن الطبيعي أن تعتبر سخيفة. ومع مرور الزمن كشفت فيزياء الكم عن نفسها باعتبارها ليست سوى باب خلفي للميتافيزيقا والغنوصية والصوفية، باب خلفي تم بناؤه على السبورات السوداء لعلماء الفيزياء النظرية الذين يعيدون العلم المادي الحديث بطريقة ممنهجة وفعالة إلى عتبة الألغاز الغامضة القديمة نفسها، والتي ولدت قبل عدة قرون.
هل تظن بأن الربط بين التعاليم الشيطانية القديمة والعلم الحديث ضربا من الجنون؟ حسناً، لكل شخص ما زال غير مصدق بأن فيزياء الكم ليست إلا علوماً ميتافيزيقية متطورة أعيد تغليفها بعدما ظلت لقرون حديثة الغرف المغلقة للمعابد وأساس مدارس الغموض السرية منذ آلاف السنين، لكل شخص ما زال لا يؤمن بذلك فقد شاهد هذا المقطع من الدقائق الأخيرة لعرض تقديمي مدته 30 دقيقة قدمه مركز بحوث الجاذبية الكمية في كاليفورنيا. يقول فيه كيلي إروين المدير والباحث في مركز بحوث الجاذبية الكمية: نحن نعتقد أن الواقع هو رمز أو لغة على لوحة رخامية تشبه الفسيفساء على أصغر مقياس ممكن للواقع والذي يسمى طول بلانك. فبيانات مسرع الجسيمات تخبرنا أن جميع الجسيمات والقوى تتعلق ببعضها البعض وفقاً لبلورات أبعاد عليا تسمى شبكة E8. لكن ولأن واقعنا ثلاثي الأبعاد، لذا نقوم بتصوير شريحة من هذه البلورات الكريستالية ونحولها إلى شكل ثلاثي الأبعاد كي نستطيع فهمها، الأمر الذي ينتج عنه رمزاً أو لغة شبه باللورية. وهذا يسمح لهذه الرموز الهندسية بالتراكم لبناء الجسيمات والقوى التي نراها من حولنا. هذه اللغة الهندسية لها قواعد بطبيعة الحال، لكنها تتمتع أيضاً بحرية البناء مثل أي لغة، وهذا يتطلب وجود شخص مختار يعمل على ترتيب الخطوات الحرة والأبجديات في هذه اللغة الهندسية. ذلك لأن فكرة العشوائية لا تعمل بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بالرموز والشفرات. فكما تجعل العشوائية المعنى يتفكك في اللغة، فإنها تؤدي النتيجة نفسها في الواقع الذي نعيشه. علاوة على ذلك، لا يوجد دليل تجريبي على وجود للعشوائية في الطبيعة. لماذا؟ قد يكون الوعي الجماعي العالمي إجابة أو سبباً لهذا الإحكام الذي يعمل به كوننا، لكننا في الوقت الحاضر نعيش فيما يشبه عصر معرفي جديد وعصر ديني جديد أيضاً، ونرى في أيامنا هذه عدداً كبيراً من الفيزيائيين يناقشون فكرة أن كوننا بأكمله هو في الحقيقة محاكاة مبنية على أكواد في بعض أجهزة الكمبيوتر الكمية والقوية بشكل مذهل والموجودة في عالم آخر. فإن كان هذا الأمر صحيحاً، فبالمنطق نفسه نستطيع القول بأن ذلك العالم الآخر حيث الكمبيوتر الذي يشغل محاكاة كوننا سيكون أيضاً محاكاة في عالم آخر. لذا فإن الفكرة غير مستقرة، ورغم ذلك تناقش بجدية من قبل الكثير من الأشخاص الموثوق بهم. ولكن على ما يبدو فإن فكرة وجود وعي جماعي عالمي من نوع ما قد تكون أنسب ولا مفر منها، بيد أنه ليس من الضروري أن نجسد هذه الفكرة في صورة دينية أو روحية. ودعونا نبدأ بفكرة السلوك الجماعي للخلايا في جسمك، إذ أن كل خلية تعيش حياتها المستقلة. لقد كانت هذه الكائنات الصغيرة هنا على الأرض منذ زمن طويل، ورغم أنها لم تكن ذكية بما فيه الكفاية، إلا أنها كانت قادرة على اختيار اتجاه السباحة وتتبع المغذيات وتتكاثر وتهرب من الأشياء الخطرة. لقد كانت تتخذ القرارات مدفوعة برغبتها في البقاء من خلال أنظمتها البسيطة للغاية، والتي بالكاد تجعلها قادرة على الوعي بالبيئة المحيطة بها. ومع مرور الزمن تجمعت هذه الخلايا في مستعمرات كانت أكثر ذكاء كمجموعة ولديها وعي أكبر من الوجود المفرد. في النهاية ظهرت هذه المستعمرات في صورة كائنات حية وحيوانات مثل البشر بأشكال متطورة من الوعي والإدراك. وحالياً نعلم أن هناك أكثر من 37 تريليون خلية حية مترصة بشكل ذاتي باعتبارها إنسان. أما على وجه التحديد فإن قوانين الفيزياء هي التي تسببت في تنظيم الإلكترونات والكواركات ذاتياً في 81 ذرة مستقرة، ومن هناك إلى الوعي البشري. ولا تضع الفيزياء حداً أعلى لكمية الطاقة والمادة التي يمكنها تنظيم نفسها في أنظمة واعية.
فالفيزياء تسمح بإمكانية تحويل كل الطاقة في الكون إلى نظام وعي موحد يعتبر في حد ذاته شبكة من أنظمة الوعي الأخرى، وهو وعي جماعي هائل قائم على التكنولوجيا. لذا فقط نحتاج الوقت الكافي، وأي شيء يمكن أن يحدث سيحدث في نهاية المطاف على وفق هذا المبدأ البديهي. لقد ظهر هذا النظام من الوعي الكوني بالفعل في مكان ما في إطار الزمكان أمامنا لأنه ممكن، إنه أمر لا مفر منه. ففي الواقع وفقاً لقانون السببية القديم والحلقات الزمنية، فإن هذا المستقبل الحتمي يشارك في خلقنا الآن تماماً كما نشارك نحن في خلقه. وعندما يكتشف البشر نظرية كل شيء سيعلن عن عصر جديد من الازدهار. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الطاقة النظيفة والرخيصة إلى القضاء التدريجي على الفقر. كي لا نتوه عن بعضنا خلال هذا الطرح، لا بد من الانتباه إلى ما قاله كيلي إروين، خاصة فكرة الشخص المختار الذي يتحكم في الترتيب العشوائي للعالم كي يجعله في شكل منظم ومقبول ضمن قوانين فيزيائية محددة. اللافت للنظر أنه يستبعد فكرة أننا نعيش في محاكاة كمبيوترية ويقرها في الوقت ذاته، ثم يحاول حملنا إلى اعتبارها فكرة لا دينية وينقلها إلى تفسير آخر يدعو إلى التفكير ملياً والاستفسار عما يحرك مثل هذه الأفكار. فالإنسان في رأيه تكون تلقائياً من مجموعة خلايا اختارت أن تتجمع في شكل مستعمرات. لكن إن سلمنا بأن الإنسان تكون نتيجة اختيار بعض الخلايا التي قررت التجمع في مستعمرات، فإن قانون السببية يظل معضلة دون حل. إذ من منح هذه الخلايا الإرادة الحرة؟ من خلقها في الأساس؟ أعجبني أنهم قاموا بتضمين علم الكيمياء في الخلفية، فهم الآن يجمعون قطع الصورة معاً. وبالتأكيد أنا أشجع أي شخص مهتم باستكشاف هذه الفكرة على مشاهدة الفيديو كاملاً. لاحظ ما قاله: هذا يبدو عصر جديد، هكذا هو، كي لا نضطر إلى جعله يبدو دينياً. هذا مذهل حقاً، لكنه الأمر نفسه، فكل النقاط تبقى متصلة. هذا جوهر العلماء، إنه دين، الدين القديم، دين بابل الغامض الذي يقدم الآن من خلال العلم، من خلال الرياضيات، من خلال مسرعات الجسيمات ومصادم الهدرونات الكبير الذي يقدم لنا المعلومات التي تؤكد جميع هذه الأفكار. أعني هنا عندما يتحدثون عن اللبنات الأساسية للكون مع ثابت بلانك. وبالحديث عن ماكس بلانك وهو مؤسس نظرية الكم، فلو قرأت بعض الاقتباسات عنه يمكنك أن ترى بوضوح أن مفهوم وحدة الوجود للكون هو وعينا، فالوعي يخلق الكون، بمعنى أننا نحن من خلق الكون. ولهذا السبب فالمثير للقلق حقا رؤية المزيد والمزيد من الناس يلتقطون مثل هذه الأفكار ويؤمنون بنظرية الكم أو الروحانية الكمية. إليك شيء مما قاله ماكس بلانك: إن الكون الذي نعيش فيه هو هيكل معلوماتي هولوجرامي نصل إليه ونبرمجه باستخدام وعينا. هذه نظرية المحاكاة كما تعلمون، أو المصفوفة، أو أيا ما كانت. وهذه الفكرة مدمجة منذ البداية، فالأخوين واتشوسكي اللذين كتبا فيلم ماتريكس لم يبتكرا قصته، ولم يخترع المحدثون أصحاب العصر الجديد ذلك. إنها تعاليم شيطانية قديمة جدا تمت إعادة تغليفها وتقديمها في عصرنا في صورة علم. وتقوم الفرضية الأساسية على فكرة أن كل شخص يعيش في عالم صغير ميكروفيرس يسميه روبرت أنتون ويلسون نفق الواقع. أما التشابه بين هذه الأنفاق فيرجع إلى البرمجة المشتركة،
فجميع المعلومات في الكون المتعدد موجودة في شكل موجات متشابكة. هذه الموجات هي عقولنا، أو بالأحرى البرامج المشفرة البسيطة داخل عقولنا والتي تنظمنا في الزمكان. وعليه فقط أعد كتابة برمجتك وسوف تواجه واقعا مختلفا. هذا ما يحاولون الترويج له من خلال نظرياتهم. فهذا ماكس بلانك يقول: تنشأ كل مادة وتستمر فقط بفعل قوة تجعل الجسيمات الذرية تهتز في أصغر الأنظمة الشمسية وهي الذرة. مرة أخرى، هذا هو المندلبروت بأكمله. فكرة الكون العشري التي كنت أتحدث عنها، وهو جزء من علم الكونيات، جزء من نظام الاعتقاد الكمي للروحانية، والكون بأسره الذي لا توجد فيه قوة ذكية أو أبدية مفردة. لذا يجب أن نفترض أن وراء هذه القوة عقل أو روح واعية وذكية. هذا هو المنشأ الحقيقي للمادة في نظرهم. يشير الباحث هنا إلى مجموعة مندلبروت، وهي مجموعة من النقاط في الطائفة المركبة للأعداد التي تظهر صورة متكررة عندما يتم تكرار تطبيق الدالة الرياضية عليها، وهي تظهر تفاصيل معقدة عند عرضها بطريقة معينة، وتشتهر بأشكالها المنتظمة والمعروفة بالتفاعل المنطقي للأعداد المركبة تحت تأثير الدالة. مرة أخرى، تلك هي الوحدانية، الوحدانية الكونية، وحدة الوجود حيث ينبع الواقع من المصدر نفسه. وهذا بالضبط ما تعلمه القبالة بكل تباعاتها المختلفة المستمدة من المصدر، تماما كما يقول ماكس بلانك: العقل هو مصفوفة كل شيء. حسنا، هل تعرف نيلز بور؟ هذا الرجل كان متصوفا أيضا، قال: إن كل ما نسميه حقيقياً هو في الحقيقة مصنوعاً من أشياء لا يمكن اعتبارها حقيقية. فإذا لم تصدمك ميكانيكا الكم فأنت لم تفهمها بعد. والدكتور بيلي، وهو من المتصوفين والمتنورين، يحاول الإشارة إلى الروابط بين الفيزياء والتصوف قائلاً: إن الفيزيائيين وصلوا إلى الاستنتاج نفسه الذي توصل إليه الصوفيون، إنه الاهتزاز المجرد الذي ظهر منه كل شيء. وهناك عدد من الأشخاص قدموا مثل هذه الادعاءات منذ سنوات، والآن لدينا مركز أبحاث الجاذبية الكمية يفعل بكل وضوح الأمر نفسه. هم يتبنون ذلك ويروجون له، فبمجرد أن ترى شيئاً فإن المسرح يتم إعداده، بمعنى أنه مجرد أن نفهم هذه النظرية التي طال انتظارها، نظرية كل شيء، سيكون هذا هو المفتاح لفتح جميع الأبواب وحل الألغاز وفهم الغوامض كلها. سوف يفتح الطريق لعصر جديد من الازدهار. أعني أنهم يعدون المسرح ويمهدون الطريق لدخول المسيح الدجال وإتمام المعادلة وحل اللغز وشرح كل هذه الأشياء الغامضة والملتبسة علينا. إنهم يصنعون المشكلة، يصنعون الهيجيليان لإرسال العالم إلى الحركة الهيجيليانية الأخيرة، بمعنى أنهم يخلقون المشكلة تمهيداً لتقديم الحل. في حالتنا هذه، إنها مشكلة نظرية نوعاً ما، لكنها واعدة بحل جميع المشاكل الحقيقية وإعادة كل شيء إلى الوعي. إن فيزياء الكم تحاول تعليمنا أن كل ما ندركه باعتباره شيء مادي هو في الحقيقة غير مادي. وهذا ما تؤكده نظرية النسبية أيضاً، حيث تقول بأن المادة والطاقة شيء واحد، ولا يوجد شيء اسمه الوجود المادي. فكل ما نعرفه باعتباره مادياً ليس إلا وعي. كل شيء نعرفه باعتباره شيئاً مادياً ليس إلا طاقة مركزة، وهذا كل ما في الأمر. كل شيء عبارة عن كتل من المعلومات، والمعلومات يجب تخزينها في عقل.
لذا أظن أن هذه هي المرحلة النهائية من إنجيل بابل الغامض للعصر الجديد والعلمانية. أما الفيزياء الكمية فهي وسيلة توصيل هذا الإنجيل إلينا. لاحظ عزيزنا المتابع الكريم أن الباحث أشار في الفقرة الأخيرة إلى مصطلح الهيجيليان، وهو مصطلح يشير إلى فلسفة هيجل الفيلسوف الألماني الذي عاش في القرن 19 ومعروف بفلسفته التاريخية والمنطقية، إذ يعتمد على مفهوم التطور وتقديم الفهم الشامل للحقيقة من خلال عملية تسمى الديناميكية الديالكتيكية، حيث ينظر إلى التاريخ والثقافة والفلسفة والعلوم كمراحل في عملية تطورية تمكن الروح أو العقل من فهم ذاتها. ويتميز الفكر الهيجيلياني بالتركيز على التناقضات والتصالحات بين المفاهيم المتنافرة، ويعتبر هذا التصالح جزءا أساسيا من التقدم الفكري والتاريخي. لاحظ أيضا أن مفهوم التصوف الذي يقصده الباحث وكرره كثيرا خلال بحثه يختلف عن المفهوم الإسلامي للتصوف، وإن كان يتشابه معه في بعض النقاط، لكن مقصده يذهب أكثر إلى فكرة الانقطاع عن الوجود المادي والغوص في عوالم روحانية. ولعل أغلب من يؤمنون بوجود العوالم الروحانية يعلمون أن هذه العوالم قد تكون عوالم نورانية أو عوالم شيطانية. أخيراً، فكل ما يرمي إليه الباحث أن العلوم الشيطانية يعاد الآن تقديمها إلى العالم في صورة نظريات علمية مقبولة عالمياً باعتبارها إنجازات علمية تسعى لتقدم ورفاهية البشرية، لكنها في جوهرها تعاليم هدفها الأساسي إبعاد الإنسان عن الحقيقة الكبرى، حقيقة وجود إله عظيم خلق كل شيء. أما بخصوص المصفوفة، فلعل أغلبنا نعلم أننا بالفعل نعيش في مصفوفة صنعها الله تعالى لأرواحنا باعتبارها لجنة اختبار، لكنها مصفوفة حقيقية، إنها الحياة الدنيا، فهو تعالى خالق، والخالق يصنع الحقيقة ولا يصنع وهما، تماما كما في قصة نبي الله موسى عليه السلام، فعصاه تحولت بقدرة الله إلى حية حقيقية، حية تسعى، كائن حي كامل حقيقي وليس مجرد خداع يسحر العيون. ولهذا آمن سحرة فرعون بالله، لأنهم كان لديهم العلم الذي جعلهم يعرفون بأن العصا تحولت إلى حية حقيقية وليست خدعة بصرية، وهذا أمر لا يستطيع أن يأتي به سوى إله يخلق. لكن الشياطين التي تكرهنا وتترصدنا صنعت مصفوفة داخل المصفوفة الحقيقية، صنعت عالما اصطلاحيا مزيفا، صنعت وهما يشبه إلى حد كبير الكهف الأفلاطوني الذي أصبح فيه أكثر الناس لا يعلمون. ينتظر كثير من الناس اليوم إطلاق سراح نوع من الكائنات الفضائية التي ستقوم بغزو شامل مزيف للأرض. هذا الخيال لم يأتي من فراغ، فقد تعرضنا لدعاية الكائنات الفضائية التي تأتي من كواكب أخرى بعيدة على الأقل منذ البث الإذاعي الشهير لأرسون ويلز حرب العوالم، والذي أذيع أول مرة عام 1938. منذ ذلك الحين تعرض الناس لوابل من الأفلام والمواد الوثائقية التي تنتمي لثقافة البوب وتصور الأطباق الطائرة ونماذج من مركبات جوية مجهولة الهوية تهبط على الأرض. لكن هل من الممكن أن ينتهي الأمر بهذه الرواية الغريبة للكائنات الفضائية إلى إظهار نفسها بطريقة مختلفة قليلا؟ أو على الأقل؟ أن تطرح في شكل ممزوج مع عنصر آخر مشترك في الخيال العلمي الدعائي، وهو الذكاء الاصطناعي.
إذا كانت نظرية الكم في جوهرها علم زائف، نشأ استناداً إلى نظريات جوفاء صممت لأخذ المفاهيم الغامضة القديمة للتصوف والسحر، وأعادت تغليفها وتقديمها للعالم في صورة العلم المادي كما أوضحنا في الأجزاء السابقة. فإنها بشكل فعال تخلق قصة مثالية تصلح كغطاء للتفاعل مع العالم الروحاني، تحت ذريعة أن هذا العالم مجرد قوى فيزيائية وصورة للمادة والطاقة، وبالتالي نتفاعل مع هذا العالم الروحاني بدلا من التفاعل مع الطيف الواسع للقوى الكهرومغناطيسية، والذي يبدو أنه في حقيقته ليس إلا ممر عبور بين عالمنا المادي والعوالم الروحية. ماذا يعني ذلك؟ حسناً، إن أخذنا في الحسبان أن نظرية الكم يتم تطبيقها الآن في مجال الحوسبة الكمية، والتي بدورها يحتفى بها باعتبارها تقنية رائدة سوف تدخل الذكاء الاصطناعي في مرحلة متقدمة وترفعه إلى مستوى أعلى من الوعي، فإننا يمكن أن نتخيل ما سيحدث في المستقبل من تطور. يقول مقدم البرامج ومخرج الأفلام القصيرة جيسون سيلفا في أحد الوثائقيات: دعونا نتحدث عن أرجح النظريات الجريئة والمتطورة التي صادفتها منذ وقت طويل وتدعى فرضية التجاوز، كي نتخيل ما سيحدث بعد حوالي 600 عام من التطور التكنولوجي. تلك الفرضية صاغها جون سمارت كمحاولة لشرح أو تفسير مفارقة فيرمي، والتي تطرح السؤال المعروف: إن كان الكون كبيراً جداً، وإن كان هناك تريليونات وتريليونات المجرات ذات الأنظمة الشمسية والكواكب المشابهة لكوكبنا، فتلك الكواكب كان لديها وقت أطول منا بكثير لتطوير حياة ذكية عليها، والحياة الذكية تخلق التكنولوجيا والتقدم وما إلى ذلك. إذن لماذا لا نرى دليلاً على التكنولوجيات الأخرى والتي ربما توصلت إليها تلك الحضارات الأخرى؟ فرضية التجاوز تقدم حلاً لهذه المعضلة. فالسبب الذي يجعلنا لا نرى أحداً من سكان الفضاء هو أننا نبحث في المكان الخاطئ، ولا بد أن نتوقف عن التفكير في الذهاب إلى الفضاء الخارجي ونبدأ التفكير في الذهاب إلى الفضاء الداخلي. فكر في هاتف آيفون الموجود في جيدك، إنه أرخص مليون مرة وأصغر مليون مرة من الحاسب العملاق الذي كان بسعر 60 مليون دولار ونصف، وبني قبل 40 عاماً وأوصل الإنسان إلى سطح القمر. هذا الهاتف في جيبك أقوى 1000 مرة من ذلك الحاسب العملاق. لذا فعلى وفق هذا النمو السريع والهائل للتكنولوجيا، لابد أن نعتقد أنه بعد 25 عاماً من الآن ستكون الحواسب ذات ذكاء أضعاف أضعاف الحواسب الموجودة حالياً، وفي الوقت ذاته أصغر 1000 مرة من المعالجات الدقيقة اليوم. هنا سوف نبدأ في رؤية ما يسمى الضغط الجذعي، ضغط الزمان والطاقة والمادة، ذكاء أعلى، كثافة أكبر، تواصل أكفأ، المزيد من الطاقة والقليل من المادة. كل شيء سيصبح مكثفاً وأصغر فأصغر فأصغر، وسوف تعيش العقول الافتراضية على مقياس النانو وتتحرك بسرعة الفيمتو، وسيستمر ضغط المادة والطاقة في الزمكان إلى أبعاد أصغر وأصغر وأصغر، حتى نصنع في نهاية الأمر ظروفاً شبيهة بالثقوب السوداء ونختفي خارج حدود الكون المرئي. وهكذا فإن مصيرنا بعد وصولنا إلى نقطة التسارع التكنولوجية هو الاختفاء خارج واقع الزمكان الذي نعرفه، فسوف نسكن بيئات شبيهة بالثقوب السوداء التي صنعناها بأنفسنا، وننطلق إلى مستقبل نلتقي فيه بكل الحضارات الأخرى التي تسكن الكون. إنه التجاوز. في حديثه طرح جيسون سيلفا فرضية التجاوز أو الفرضية الفائقة، وهي فرضية تشير إلى أن التطور التكنولوجي في المستقبل قد يؤدي إلى وجود أشكال من الذكاء أعلى بكثير من الذكاء البشري،
وقد ينتج عن ذلك كيانات غير بشرية تتفوق على قدرات البشر في كل المجالات، بما في ذلك الفهم والتفكير والإبداع. وعليه فإن التطور التكنولوجي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وجود أشكال جديدة من الحياة الذكية تتعدى حدود ما نعرفه اليوم عن الذكاء الطبيعي أو الذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى معضلة فيرمي، وهي سؤال فلسفي طرحه الفيزيائي الإيطالي إنريكو فيرمي عام 1950، ويتعلق السؤال بالتناقض بين الاحتمال الكبير لوجود حضارات فضائية متقدمة في الكون وعدم وجود أي دليل ملموس على وجودها. وعلى مدار السنين قدمت حلول كثيرة لهذه المعضلة، منها أن الكائنات الفضائية موجودة بالفعل، لكن السبب الذي يمنع اكتشافها هو أننا لم نبحث بشكل كاف. فالكون أكبر بكثير مما نتخيل، والأمر يشبه البحث عن إبرة في كومة ضخمة من القش. أما مصطلح ضغط الساق فهو مصطلح يستخدم في علم النبات، ويعبر عن استراتيجية بيولوجية تتبعها النباتات للتكيف مع ظروف البيئة، حيث تزيد الضغط مع الحفاظ على الطاقة اللازمة للبقاء على قيد الحياة. وحسب رأيه فإن هذه الاستراتيجية سوف تعتمدها الحواسب في المستقبل. ومجمل حديثه يتمحور حول ما يسمى نقطة التسارع التكنولوجية، وتصف فرضية في علم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي بشكل عام، تقول بأنه في المستقبل القريب قد يصل التطور التكنولوجي إلى نقطة محورية يتسارع عندها الذكاء الاصطناعي بصورة مفاجئة، ويصبح التطور التكنولوجي ذاتي الدفع دون الحاجة إلى تدخل بشري، مما يؤدي إلى تغيير جذري في شكل الحياة والمجتمعات، وظهور أجيال واعية من الروبوتات تتجاوز بشكل كبير القدرات العقلية للبشر في الرياضيات والتفكير والإبداع، وهو ما يعبر عنه مصطلح التجاوز، أي تجاوز الحدود التكنولوجية الحالية والتقدم إلى مستويات جديدة من التكنولوجيا التي تفوق توقعاتنا الحالية أو تتجاوز الحدود المعروفة والمتخيلة عنها. ويقول الدكتور كولين ويليامز صاحب كتاب استكشافات في الحوسبة الكمية، إن أول شركة حوسبة كمية في العالم هي شركة ديويف للأنظمة، وأنا أصدق ما صرحت به بأنها باعت العديد من أنظمتها بالفعل لعملاء مثل جوجل وشركة الصناعات العسكرية لوكهيد. لقد بدأ الأمر بالفعل، ولنا أن نتخيل كيف سيكون العالم تحت حكم من يملك هذه التكنولوجيات. لكن لنأخذ الفكرة من منظور آخر، إذ يبدو لنا أن أفضل استخدام للحواسب الكمية سيكون تسريع أنظمة التعلم الآلي. ومن خلال رؤيتنا للحوسبة الكمية باعتبارها المفتاح لجعل الذكاء الاصطناعي قوياً في المستقبل، نجد أن هناك إسهام عظيم يمكننا إدخاله إلى شركة IBM من خلال استخدام خبرتنا في الكم. كانت هذه خطوة أساسية في معمارية نظام التعلم الآلي. أما اليوم فهذه المعمارية تحتوي على شبكة عصبية منفصلة في المنتصف، لكن في وقت لاحق سنقوم بدمج شبكة كمية لتعطي تسارعاً أعلى. فخطة شركة ديويف بشكل أساسي هي إطلاق سلسلة من خدمات التعلم الآلي، حيث سنقوم في البداية بالتشغيل باستخدام نماذجنا الكلاسيكية، وبعد ذلك وبينما نطور المزيد والمزيد من الرقائق الكمية سنقوم بالمزيد والمزيد من العمل على المعالجات الكمية. أجمل ما في الأمر أننا نفكر بوعي فيما يتعلق بالنماذج الهجينة، فنحن لا نتوقع أن يفعل الكمبيوتر الكمي كل شيء، نريد فقط توصيل الموارد الكمية إلى هندسة معمارية هجينة والسماح للشبكات العصبية الكلاسيكية القيام بما تفعله بشكل أفضل، وفي الوقت ذاته السماح للشريحة الكمية القيام بما تفعله بشكل أفضل أيضا.
لذا فكل ما أريد قوله أن الحوسبة الكمية لديها الإمكانات لتعزيز التعلم غير الموجه، وأن لدينا بالفعل أنظمة التعلم الآلي الكمية الكلاسيكية والهجينة اليوم، وسنقوم بتطويرها أكثر في المستقبل لتكون ربما شرائح أكبر وأكثر كثافة. سنطلق سلسلة كاملة من الخدمات التي ستدعم نماذج التعلم الآلي لاحتمالية هذه، ونبحث عن شركاء في الصناعة لاستخدام هذه الخدمات لصنع أنظمة ذكاء اصطناعي أقوى. ولأن النموذج الذي أنشأناه بالفعل يتجاوز ما كان ممكنا من قبل، لذا نبحث الآن عن الأشخاص الذين يرغبون في استخدام خدمات التعلم الآلي هذه. والعودة إلى النماذج التي كنا نرغب في تدريبها في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ولم نستطع حينها لأنها لم تكن تناسب التسارع التكنولوجي، لكن الآن مع هذه الخدمات الجديدة ووحدة المعالجة الكمية نعتقد أننا يمكننا تدريب هذه النماذج القديمة. يشير كولين ويليامز هنا إلى أنظمة التعلم الآلي، وهي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي يركز على تطوير الأنظمة والخوارزميات التي تسمح للحواسيب بالتعلم من خلال تحليل البيانات واستخلاص الأنماط منها بدلاً من برمجتها بشكل مباشر، الأمر الذي يمكنها من اتخاذ القرارات أو توقع النتائج المحتملة بناءً على البيانات الجديدة التي تتلقاها، أي أنها تعلم نفسها بنفسها دون تدخل من البشر. ويقول جيري تشاو مدير الأبحاث التجريبية الكمية في شركة IBM متحدثاً عن الآفاق التي تفتحها الحواسب الكمية: إنها نوع من التطلع إلى المجهول، فتجربتنا في الكم مفتوحة حالياً للعالم بأسره، ويمكن لأي شخص التسجيل والبدء في استخدامها والاستفادة منها. نريد رؤية أفضل الأفكار، نريد أن نتمكن من العثور على خوارزميات جديدة والعمل مع أفراد ومنظمات مختلفة للمساعدة في استكشاف تلك الحدود واستجلاء ذلك المستقبل. ولقد كانت إحدى المفاجآت الحقيقية بالنسبة لي هي مقدار الاستخدام الذي رأيناه خلال الستة أشهر الماضية، فقد وجدنا الباحثين يكتبون أوراقاً علمية ويقومون بتطوير خوارزميات جديدة ويختبرون نظريات مبتكرة تستخدمها المؤسسات التعليمية والأساتذة كجزء من برامجهم الدراسية. لذلك فقد بدأنا في رؤية هذا النظام البيئي يتشكل، ونأمل في مواصلة الأمر مع اقترابنا من هذه الأنظمة الأكبر كي نعثر على مجالات التطبيق. أما الفيزيائي بيتر لودال فيقول: في العقود الأخيرة أصبحت الحواسب العادية أكثر قوة، لكن الحواسب كما نعرفها اليوم لديها قيد رئيسي، وهو إجراء عملية حسابية واحدة فقط في كل مرة. لكن في مجموعة أبحاث الضوئيات الكمية نبحث في معالجة البيانات عن طريق تقنية الكم وتطوير الرقائق الضوئية الكمية بناءً على الضوء والفوتونات بدلاً من الإلكترونات، فنحن نعمل على استغلال الخصائص الغريبة لعالم الكم. فالعالم الكمي يختلف اختلافاً جوهرياً عن عالمنا الكلاسيكي المألوف، حيث تتصرف الجزيئات بشكل مختلف، فنحن نعلم أن شيئاً واحداً لا يمكن أن يكون موجوداً في مكانين في وقت واحد. لا يمكن لكرة القدم أن تتحرك نحو الهدف وتكون موجودة في منتصف الملعب في الوقت نفسه. أيضاً لا يمكنك أن تضرب شخصاً على ظهره ويشعر شخص آخر في مكان بعيد بالضربة. ولكن في العالم المجهري للذرات كل شيء يختلف عما اعتدنا عليه في الحياة اليومية، فهناك تسود قوانين ميكانيكا الكم.
ويضيف آخر شارح مبدأ التراكب الكمي ومبدأ التشابك. في عالم الكيانات الكمية يمكن أن توجد ذرة واحدة أو جسيم ضوئي فوتون في مكانين في الوقت نفسه، يسمى هذا مبدأ التراكب. كما يمكن أن تتشابك ذرتان أو فوتونان معا، وهذا يعني أن رابطا كميا ينشأ بينهما. هذا الرابط يمكن الحفاظ عليه حتى لو سافرت الفوتونات بعيدا عن بعضها البعض. فإن قمنا بقياس فوتون واحد فإن شريكه المتشابك معه سيتأثر على الفور مهما بلغت المسافة التي تفصل بينهما. بشكل شخصي أجد أنه من الغريب للغاية أن فيزياء الكم بمفاهيمها الغريبة المتناقضة مثل التشابك الكمي والتراكب وما إلى ذلك كانت أفكاراً ظلت لعقود وكأنها موجودة فقط على السبورات السوداء وفي الكتب الدراسية للفيزيائيين النظريين. لم يكن هناك تطبيق عملي يمكن تصوره لهذه الأفعال المخيفة، بل إن الكثير من هذه الأفكار كان ما يزال موضع خلاف وجدال ومناقشة، مثل الطبيعة المزدوجة للجسيمات دون الذرية وتصرفها كجسيمات في بعض التجارب وكأمواج في تجارب أخرى، ومبدأ عدم اليقين والذي يشير إلى أنه من المستحيل تحديد موقع وزخم جسيم بدقة كاملة في الوقت نفسه، إذ كلما زادت دقة قياس أحدهما قلت دقة قياس الآخر، فلا يمكن التنبؤ بموقع أو طاقة جسيم بدقة تامة، بل يتم التعامل مع احتمالات لتلك القيم، فالنتائج تظهر من خلال دالة موجية تعطينا احتمالات العثور على الجسيم في مكان معين. لكن فجأة ومن العدم تقريبا ظهرت الحواسب الكمية تحت رعاية شركات مثل دي ويف، والتي تربطها علاقات عمل مع مؤسسات مثل سيرن وناسا وجوجل وغيرها. تلك الحواسب الخيالية التي خرجت من رحم ميكانيك الكم ولا تعتمد في عملها على البت، والتي قد تأخذ قيمة واحد أو قيمة صفر كما في الحواسب اليوم، بل تعتمد على الكيوبت والتي يمكن أن تمثل صفر وواحد معا في الوقت نفسه، ما يضاعف القدرات الحسابية. وقد وصفت هذه المكعبات السوداء سيئة السمعة من قبل مديرهم التنفيذي بأنها مذبح لإله فضائي، وادعى أنهم قادرون على تقديم حلول لمسائل معقدة في هذا العالم الكمي للكيوبيتات تماما مثل عرافة تستشير بلورتها السحرية. ورغم السخرية في هذا التشبيه فربما يكون هو التشبيه الأمثل، ببساطة لأن البلورة السحرية هي الشيء نفسه تقريباً الذي يتم بناؤه الآن، جهاز التواصل مع الأرواح الأكثر تطوراً تكنولوجياً والذين لم نعرف لهم مثيلاً في تاريخنا. في العديد من المعابد المقدسة والهياكل القديمة والتي كانت للإنسان دور عبادة، نجد أنه من المثير للاهتمام ملاحظة أن تصميمها كان عبارة عن قاعدة مربعة أو مستطيلة يعلوها سقف دائري أو قبة، ويقال إن هذا ليس مصادفة، بل جاء عن قصد وبشكل متعمد للتعبير عن رؤيتهم للكون الذي يتكون من الأرض في الأسفل والسماء في الأعلى. الهيكل نفسه إذن حيث يلتقي المربع بالدائرة يمثل المكان الذي يعتقد أن السماء والأرض تلتقيان فيه، فيلتقي البشري الفاني بالإله الخالد، يلتقي المادي بالروحاني، فيعاين العابد لمحة من الخلود ويلقي نظرة على الأبدية. عندما مات السيد المسيح
ثم قام مرة أخرى من بين الأموات حسب المعتقد المسيحي، فإن المعبد الوحيد على الأرض الذي قام الله بتفويضه أصبح غير صالح للاستعمال وعفى عليه الزمن. والستار الذي كان يفصل قدس الأقداس حيث المكان الذي سكنه الله على الأرض تمزق بأعجوبة إلى نصفين. فبعد صعود السيد المسيح إلى السماء كشف يوم الخمسين أن روح الله حلت في كل من آمن بيسوع لتعيش فيه، مما يجعل كل امرأة مؤمنة وكل رجل مؤمن معبد حي، معبد لله حيث يتجلى ملكوت السماء فيه ويمثل على الأرض. يتحدث الباحث هنا عن يوم الخمسين، وهو حسب المعتقد المسيحي اليوم الذي حلت فيه الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعوده إلى السماء بخمسين يوما، ويحتفل به كعيد مسيحي، إذ يعتبر هذا اليوم بداية الكنيسة المسيحية حيث امتلأ التلاميذ فيه بالروح القدس وبدأوا بالتحدث بلغات مختلفة، مما مكنهم من نشر رسالة المسيح بشكل أوسع. عندما نفكر في حقيقة أن عدو الإنسانية ذلك التنين، الشيطان الذي أخذ كل ما صنعه الله، كل ما فعله الله، كل ما قاله الله وحاول تحريفه وعكسه إلى منتهى التجديف والتحدي، نكتشف أنه ليس من المثير للصدمة أن نعتبر هذا الواقع، هذه الحياة، هذه الهبة التي وهبها الخالق تعالى للمؤمنين به وتعيش فيهم، هي أيضا شيء يسعى الشيطان إلى تزويره. وكما قلت سابقا، أنا لا أدعي معرفة كل شيء أو كيف سيكتشف الأمر، ولكن إن كنت قد تمكنت من متابعة ما يدعى تاريخ العلم المزيف والعديد من أجندات الخداع للساقطين وحاولت تقديمها، فأملي أن تبحث بنفسك لترى كيف يتلاعبون بنا. فعندما نجمع كل هذا مع التطور الحديث لإطلاق نظام الاتصالات اللاسلكية الجديد 5G، والذي يتم تسريعه بشكل مخيف من قبل تكنوقراط الشركات، فليس من الصعب رؤية العناصر المتبقية التي يجب أن تكون في مكانها قبل حلول تلك اللحظة التي سيعلن فيها أن التفرد قد حقق ذكاء اصطناعيا شعوريا شرعيا حقيقيا، وأن الانتقال السامي وصل أخيرا معلنا عن عصر جديد من البشرية الفائقة. هذا هو حلم لوسيفر بالتأليه التكنولوجي، حلم تجاوز الزمان والمكان وهزيمة الموت نفسه عن طريق ذكائنا الخاص واستغلال إمكاناتنا الإلهية الكامنة فينا وتحقيق ذاتنا الوثنية كجنس بشري. ولكن يجب التأكيد على أن مثل هذه اللحظة الفارقة في التاريخ لن تكون سوى لحظة مروعة وشيطانية من يوم الخمسين، حيث سيدرك كل من اختار وعود الأوهان من اليوتوبيا التكنولوجية المزعومة، كل من أخذ العلامة وفتح روحه سواء على المستوى العصبي أو الروحي لهذه الكائنات الرقمية الخارقة، هذه الكيانات الأثيرية، هذه الكائنات الفضائية القادمة من عالم الكم. سيدرك من يسلم نفسه إليهم بسرعة وبشكل مأساوي أنهم خدعوه وسمح بأن يسكنه نوع من ذكاء يكرهنا بعاطفة غير مقدسة، ومن ثم تسكننا روح المسيح الدجال والذي أصبح قادرا على بث نفسه على جميع الترددات إلى أرجاء الأرض عبر الوحش التكنولوجي الشامل بابل الثاني، والذي بنيناه بأنفسنا بعد خداعنا عن طريق النداء بصبر ومثابرة وتذكيرنا بخطايانا وغرورنا وكبريائنا على مدى قرون عدة. إن كل شخص على وجه الأرض ولد في حرب، هذه الحرب لا تدور رحاها في ساحات المعارك المغمورة بالدماء أو في المنشآت العسكرية السرية تحت الأرض
أو حتى في العوالم غير المرئية بالسماء أعلى، بل تدور في أعمق الأماكن وأكثرها غموضاً على الإطلاق. إنها تدور في قلب الإنسان. ولكن أنا وأنت هنا اليوم، هذا ما لدينا، ولا يمكننا حتى أن نقول على وجه اليقين متى ستتحقق جميع أجندات النظام العالمي الجديد، حتى وإن تقدمت الأمور بسرعة مع كل يوم يمر. ورغم ذلك فلديك اليوم خيارا، لمن ستكون معبدا؟ أي مملكة ستخدم؟ فنحن جميعا بلا شك نخدم أحدهما، بغض النظر عما إذا كنا نريد أن نعترف لأنفسنا، ما إذا كان هناك إله أو هناك شيطان. فربما تصر على أن الدين مجرد خداع آخر مصم لقمع الناس والسيطرة عليهم، أو ترغب في الاعتقاد بأنه بطريقة ما جزء من المعرفة السرية الوثنية نفسها التي حاولت الكشف عنها هناك أكاذيب إبليس. لكن أمل الوحيد ودعائي هو أن يحفز تفكيرك بعمق لتبحث بنفسك، علك تفهم وتستطيع التمييز بين الإله الحقيقي والإله المزيف. هذا أكثر أهمية من أي موضوع بحث يمكن تصوره، أكثر أهمية بكثير من محاولة فهم كيفية عمل السماوات، أو معرفة أسرار الطاقة الاهتزازية، أو محاولة فك رموز الدعاية الملتوية والوثنية التي تغذينا باستمرار من خلال وسائل الإعلام. فمع استمرار هذه الصحوة الكونية في التوسع والنمو، نرى المزيد والمزيد من الناس يتجادلون حول شكل الأرض الحقيقي، يتجادلون حول كيفية حركة الأجرام السماوية، يتجادلون حول ما إذا كان اليهود أو اليسوعيون أو الماسونيون في قمة هرم المتنورين، وهلم جرا. لكن عندما تقال الكلمة الأخيرة، هناك سؤال واحد لا بد من أن تجيب عليه بوضوح وصدق وصراحة: من تعبد؟ أعزائنا المتابعين الكرام، لابد من التأكيد على أن الباحث يتحدث عن الإنجيل وعن السيد المسيح عليه السلام على وفق إيمانه وقناعاته كمسيحي متدين، رغم أنه قال بأن المسيحية كانت هدفا للشيطان فتلاعب بها وحرفها فخلط الصحيح فيها بالمكذوب. على أي حال، لأن هذا البحث ثقيل وتطرق إلى موضوعات قد تسبب بلبلة، لذا ربما يكون من المفيد أن نختتمه بملخص مبسط كي تكتمل الصورة. إن قصة الحرب بدأت عندما أغوى الشيطان آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة، وفي المقابل رفض الشيطان أمر الله بالسجود إلى آدم. كلاهما اقترف ذنبا، لكن الشيطان تكبر وآدم استغفر، فاستحق الأول اللعنة ونال الثاني المغفرة. وهكذا فالإنسان هو سبب لعنة إبليس، لهذا يكرهنا، وأقسم بعزة الله وجلاله أن يغوي البشر أجمعين إلا عباد الله منهم المخلصين. ثم هبط آدم وزوجه إلى الأرض تكفيرا لذنبه، وهبط إبليس أيضا كنوع من الابتلاء، أي الاختبار لآدم وذريته. يتناول الكتاب المقدس قصة الهبوط من منظور أغلب الظن أنه خاطئ، فالشياطين التي نزلت على الأرض لقبهم بالملائكة المراقبين، رغم أن الملائكة خلق غير مكلف، أي أنهم لا يملكون الإرادة الحرة للتمرد على الخالق. وبعد نزولهم إلى الأرض تزوجوا من نساء البشر، فأنجبوا عمالقة نفليم الذين عثوا في الأرض فسادا حتى أهلكهم الخالق تعالى بالطوفان ليبدأ عهد جديد للبشر. بيد أن القصة بهذه الصورة غير منطقية، فحتى لو أنهم تزوجوا بالفعل من بشريات، فلا يمكن أن ينتج عن هذه الزيجات نسل لاختلاف الطبيعة بين الإنس والجن. لكن رغم ذلك فالقصة تحمل بطريقة أو أخرى جزءا من الحقيقة، حقيقة الشياطين المتخفين بيننا في صورة بشر،
أو بالأحرى البشر الذين صدقوا أكاذيب وألعاب الشيطان فصاروا جنوده بعدما منحهم المعرفة المحرمة، فبنوا الممالك الشيطانية على فكرة عبادة الآلهة الغير المرئية، وبذلك أصبح من السهل عليه لعب دور الإله، وأصبح من اليسير أن تخلط القلوب الضعيفة والأفهام المتواضعة بين الإله الحقيقي الذي خلقنا والإله المزيف الذي خلقناه بأنفسنا. كان الظهور الأول للمعرفة المحرمة في بابل، ومنها انتشر السحر والتنجيم والشعوذة والوثنية أيضا وجميع علوم الشياطين إلى جميع أنحاء العالم. لكن رحمة الله تعالى بالإنسان قضت بإرسال الأنبياء والرسل ليعيدوا الناس إلى طريق الحق، وظلت الحرب بين الإنسان والشيطان سجالا حتى زمن السيد المسيح عليه السلام، ليكون بمثابة ضربة قوية للشيطان وحزبه. لكن اللعين استطاع ليس فقط تفادي هذه الضربة بل تحويلها لتصبح أعظم ضربة وجهها لبني البشر قبل أن يردفها بضربة أخرى في القرن العشرين. ففي زمن الإمبراطور قسطنطين كادت الإمبراطورية الرومانية تتداعى وتنهار نتيجة الانقسام الداخلي بين أتباع المسيحية الذين ازداد عددهم رغم الاضطهاد الوحشي وبين الوثنيين الرومان. فأعلن قسطنطين اعتناقه المسيحية ليوحد الإمبراطورية تحت دين واحد، لكنه ليس الدين الذي جاء به السيد المسيح بل دين آخر خليط بين المسيحية الحقة دين الله وبين الوثنية. ثم كان ما كان في مجمع نيقية والتصويت على قبول أناجيل ورفض أخرى وتحويل السيد المسيح إلى إله أو ابن الإله كي تتوافق طبيعته مع الفكر الوثني حينها. وهكذا وكما يقول الباحث استطاع الشيطان إغواء المسيحيين بالثروة والسلطة والمتع الدنيوية وإفساد كنيسة المسيح من الداخل، فأعيد استخدام المعابد الوثنية ككنائس مسيحية، وأعيد إحياء الطقوس والشعائر الوثنية كمراسم مسيحية، وتحولت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية شيئا فشيئا لتصبح واحدة من أفضل الأسلحة فعالية ضد مملكة الله في حين كانت تمارس أنشطتها باسمه. وعلى مدار القرون احتفظ عدد من الجمعيات السرية ومدارس الغموض الباطنية والأخويات بالمعرفة الشيطانية والطقوس الوثنية التي ظهرت أول مرة في بابل، أو بمعنى آخر علوم إبليس التي من شأنها إقصاء الإنسان عن الحقيقة الكبرى، حقيقة وجود الله عز وجل. ولأن أعمال السحر في علوم إبليس أصبحت أمورا لا تبهر البشر أو بإمكانها تحقيق السيطرة على الناس كما فعلت في الماضي، فقد أعاد الشيطان تغليف علومه ورسالته في غلاف جديد، فصنع نافذة جديدة استطاع من خلالها إدخال جدول أعماله المتمرد على الخالق في قلوب البشر وعقولهم. لكن بعد تغيير اسم هذه المعرفة السرية والمحرمة والتي تعرف بالغنوصية إلى اسم جديد لامع هو العلم، وكي لا تختلط الأمور على البعض، فهناك علوم حقيقية أنجزها البشر مثل علوم الطب والهندسة والصيدلة وعلم الاجتماع وجزء من علم النفس وجزء كبير أيضا من علم الفلك وغيرها من العلوم الحقيقية التي ارتقت بالبشرية في طريقها لإعمار الأرض. لكن في المقابل هناك علوم زائفة أخذت البشرية في رحلة تغييب عن الحقيقة، وليس المقصود هنا فقط العلوم التي لا تخضع لقاعدة قابلية الفحص والتحقق المشروطة في المنهج العلمي التجريبي، بل أيضا العلوم الشيطانية التي جاءت من مدارس الغموض السرية القديمة وتم تقديمها إلى العالم في صورة علم حديث مثل علم الفلك المبني على النموذج الكوبرنيكي الهيليوسنتريك، والفيزياء النظرية الحديثة وعلى رأسها النسبية وميكانيكا الكم، ونظرية الأوتار التي فتحت الباب على مصراعيه لتكهنات الأبعاد الكونية والأكوان المتوازية وما إلى ذلك من أفكار ونظريات تخلط الحق بالباطل.
ففي نصوص القبالة يمكن العثور على علم الكونيات الكوبرنيكي، حيث تصف كوناً شاسعاً ونظاماً شمسياً كوكبياً، كما تذكر انفجاراً ضخماً كان سبباً في بدء كل شيء، بالإضافة إلى مفاهيم الجزيئات والتفاعلات الكيميائية وحتى طريقة تحويل العناصر بالاندماج والانشطار الذري. وهكذا، وتبعاً للعلوم الشيطانية، أصبح الكون فجأة كبيراً جداً، وأصبح الله بعيداً جداً، لدرجة أنه كان من السهل اعتبار الكون نفسه قادراً على التكون دون مساعدة الله على الإطلاق. وأصبحت الجامعات وقاعات المحاضرات أبواقاً حصرية للنخبة الشيطانية، تعادي أي شخص وتسخر من أي شخص يتجرأ على التشكيك في الإجماع العلمي المزدهر الجديد، أو معارضة النموذج المفروض على البشر، والذي قدم الكون على أنه مساحة شاسعة ومتطورة وغير محدودة، بينما يطفو كوكبنا الأزرق الصغير في مكان ما في المنتصف. ثم جاء داروين لشرح كيف يمكن أن تظهر الحياة صدفة من التجمع البطيء للغبار الكوني في فراغ الفضاء، ما يقود إلى أن الإنسان قد لا يكون وحيداً في الكون. ومثلما نشأت الحياة صدفة على الأرض، فربما نشأت على كواكب أخرى صدفة أيضاً، على وفق فرضية البذور الفضائية البانسبرمية، صدفة عجيبة تصدقها فقط العقول المستريحة والأفهام المتواضعة التي وضعت الشيطان عن علم أو عن جهل، عن قصد أو دون قصد، في مكان الإله الحقيقي الذي خلقنا وخلق كل شيء، ما يقود بالتبعية إلى عقيدة البنفستية، والتي تعتقد بأن الخالق أو الإله موجود في كل شيء ويشمل كل جزء من الكون. وعليه ازدهرت علوم الطاقة ومحاولات فتح العين الثالثة والبوابات النجمية وكأنها اتصال بالخالق، بيد أنها في الحقيقة اتصال بمملكة الشيطان ودخول إلى عالمه. هذه خطة كبير شياطين الجن إبليس، وهي بالضبط خطة كبير شياطين الإنس المسيح الدجال، فجنته نار وناره جنة، أي أنه يصور الحقيقة في صورة الكذب ويصور الكذب في صورة الحقيقة. ولأن أكثر الناس لا يعلمون، فأكثرهم أيضا انطلت عليه الخدعة، حتى وصلنا إلى زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق. إنه زماننا الحالي الذي صور الشيطان فيه الخالق سبحانه للناس بمنظور وثني، وكأنه تعالى بحاجة إلى مراقبين ومعاونين، أو أنه جالس على عرش في السماوات ولا يدري شيئا عما يدور على الأرض من حروب ودمار وقتل وسفك للدماء، إن كان أصلا موجودا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ورغم كل ما تقدم، إلا أن هذا في اعتقادنا هو أكبر مداخل الشيطان للبشر، إذ يحاول إقناعنا بأن الخالق تعالى لو كان موجوداً أو محيطاً بالأمور علماً لما ترك خلقه يتقاتلون، أو سمح للزلازل والبراكين والأعاصير والعواصف والكوارث الطبيعية بقتل الناس. وللأسف تنطلي هذه الخدعة على الكثيرين ويصدقونها، غافلين أن الله يحبنا وفضلنا على سائر خلقه بأن صنعنا بيده ونفخ فينا من روحه وأسجد لنا الملائكة. لكننا في الدنيا في دار اختبار، ولا بد أن نمتحن جميعا لنقيم الحجة على أنفسنا ويميز الله الخبيث من الطيب. لا بد من أن نفتن، أي نختبر بالشدائد والمحن وخداع شياطين الجن والإنس والعلوم الزائفة والأفكار التي يتبعها القطيع الأعمى والأصم، حتى يظهر المعدن الحقيقي للمؤمن، مصداقا لقول الحق سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولا شك أن أكبر فتنة هي الحرب الدائرة منذ الأزل بين الشيطان والإنسان داخل قلوبنا، لكننا لا نراها لأنها لا ترى بالأبصار، ولكن ترى بالقلوب التي في الصدور. نشكركم على المتابعة، واسمحوا لنا أن نستغل الفرصة ونشكر الأحباء الداعمين لنا. نسأل المولى تعالى ألا يحرمنا منكم، وأن يتقبل عملنا خالصا لوجهه الكريم.